الحكومة المصرية تحدد مهلة 3 أشهر للمواطنين لتصحيح بيانات بطاقات التموين لوصول الدعم لمستحقيه. واللجنة العليا للحج تحدد 32,000 تأشيرة للسياحي و 12,000 للجمعيات و 22 للقرعة. ومصر تحتفل بيوم الشهيد وتواصل حربها على الإرهاب بتدمير نفقين وضبط 70 تكفيريا. الاتحاد الأوروبي يعلن عن منحة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر. وكيل البرلمان ونواب محافظة بورسعيد يطرحون مبادرة للتصالح مع أهالي شهداء المذبحة. وزير القوى العاملة والهجرة يبحثان عمل وثيقة تأمين شاملة لحماية المصريين في الخارج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والياسمين. أحلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم. اليوم الخميس الموافق 9 مارس 2017 من الميلاد. قلت لحضراتكم مساء الفل والورد والياسمين. هذه الوردة هي شعار يوم الشهيد. هتقولوا لي طب المفروض الشعار ده في الجاكيتة، هقول لكم مظبوط. جيت ألبس الوردة في الجاكيتة قبل ما أطلع الهوا، فوجئت ان الجاكيتة ما فيهاش خرم. والحقيقة يعني اول مرة في حياتي اكتشف ان في جاكيتة ما فيهاش الخرم اللي بيتعلق فيه الوردة او الدبوس او مش عارف ايه. مش عارف الموضة ليها علاقة بان هم شالوا الخرم ولا القصة ليها علاقة بتوفير، مش عارف. لكن في النهاية 9 مارس 2017، 9 مارس من كل عام اليوم الذي تحتفل فيه الدولة المصرية بيوم الشهيد. طبعا يوم الشهيد ليه؟ متهيألي حضراتكم عارفين، ويمكن الأجيال الجديدة ما تعرفش قوي. هو يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب الاستنزاف المصرية اللي استمرت من سنة 67 لسنة 1973 حتى فتح الله علينا بنصر أكتوبر وبالعبور العظيم وتحرير الأراضي المصرية من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. وكمان شوية هنقول لحضراتكم من هو عبد المنعم رياض ولماذا تم اختيار هذا اليوم تحديدا، وما هي البطولة الخاصة والتضحية الاستثنائية التي قدمها عبد المنعم رياض ليكون نموذج لتضحية القوات المسلحة المصرية وليكون أيضا أيقونة يسمى يوم استشهاده بيوم الشهيد. بس خلوني في ثانية كده أفكر مع حضراتكم بسرعة في فكرة الشهداء. فكرة الشهداء في مصر فكرة كانت في رأيي مرتبطة طوال عقود ماضية خصوصا في القرن العشرين بفكرة شهيد القوات المسلحة، لأنه كان طول الوقت كان عندنا حروب ومعارك ومواجهات عسكرية بتاخدها القوات المسلحة ويسقط فيها شهداء. ويمكن فكرة الشهداء المدنيين كانت فكرة مش موجودة قوي عندنا في المجتمع المصري، أو على الأقل من ساعة ما أنا اتولدت يعني. وفكرة الشهداء المدنيين دي مش موجودة، الحمد لله الحمد لله، لأن احنا شعب ودولة وأمة ربنا كتب عليها السلام الاجتماعي. يعني لا كان عندنا الحمد لله حرب أهلية، ولا كان عندنا اقتتال، ولا الحمد لله عندنا فتن طائفية ولا داخلية ولا مش عارف كذا، ولا عندنا طوائف شيعية وسنية ومذهبية وبرقرية. الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا بشعب ووطن هو السلام بعينه، ادخلوها بسلام ان شاء الله. ففكرة الاستشهاد المدني او الشهيد المدني كانت فكرة مش موجودة عندنا في مصر، وطول عمرنا نعرف ان الشهيد هو الذي يحارب على جبهة القتال، وطبيعي طبيعي ان هو اللي بيحمل مواصفات الاستشهاد اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والرسول مصطفى صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية المطهرة، اللي هو شخص بيحارب في حرب معلنة وعلى جبهة قتال وبيقول الله أكبر وبيدافع عن أرضه وبيحارب في سبيل الله ثم يموت. فهذه مواصفات الشهيد. ثم طرأ في الآونة الأخيرة خصوصا منذ ثورة يناير 2011، ثورة 25 يناير 2011، وابتدى
يزيد في الأفق جدا مصطلح الشهيد المدني، مش الشهيد العسكري بقى. أول مصطلح كنا نسمعه اللي هم شهداء الثورة، والكلام بقى اللي سمعناه وقتها والجرايد اللي كتبت والورد اللي فتح في الجناين ومش عارف إيه وكذا. ثم توالت مصطلحات الشهيد في مصر مع كل موقعة تحصل، يعني عرفنا شهيد الثورة ماشي، شهيد الميدان ماشي، بعد كده بقى في شهيد ماسبيرو، وبعد كده في شهداء محمد محمود، وفي شهداء محمد محمود اتنين، وفي شهداء موقعة الجمل، وفي شهداء مش عارف ايه. هتقول لي يا تامر طب انت عايز تفرق؟ هقول لكم لا، انا هدفي عكس اللي انتوا بتقولوه تماما، او مش اللي انتوا بتقولوه، اللي جه في دماغكم تماما. انا هدفي من هذا الكلام اننا نخرج من شغل ربنا ونرجع لشغلنا كبني ادمين، ونسيب شغل ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله لنفسه، وله المثل الاعلى. مين اللي بيحدد الشهيد؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي بيدي صك الشهاده؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي بيحدد ده بجد شهيد ولا ده طالب الشهاده ولا ده ملوش علاقه بالشهاده؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين يخش الجنة مين يخش النار؟ ربنا سبحانه وتعالى. لأن احنا للأسف الشديد في كتير مننا على مدار السنوات اللي فاتوا حبوا ان هم يشتغلوا شغلة ربنا، ويقول لك ده شهيد وده مش شهيد وده مش عارف كذا. وانا بقول لكم كمان بقى، بما ان الكلام بصراحة انتوا عارفين انا لساني ما متبري مني، في ناس طلعت وثيقة شهيد ولا مصاب ثورة بالمطوة، بالمطوة كانوا بيروحوا مش عارف ايه بعد الثورة مش عارف كذا، يقول له انا ابني مصاب ومرمي مش عارف كذا كذا كذا، اكتب انه اتصاب في ميدان التحرير، اكتب انه مات في ميدان التحرير، وهو يبقى رمي نفسه من بلكونة في حتة ولا عامل مش عارف ايه. لكن ايا كان، في كل الاحوال دعوا الخلق للخالق، ودعوا عمل الخالق للخالق سبحانه وتعالى، واعملوا لربنا والخالق امرنا بيه، بس ان احنا نشتغل ونجتهد ونعمر ونحقن الدماء، مش نسفك الدماء. يوم الشهيد يوم للفخر وللعزة وللكبرياء المصري اللي شرفوا قواته المسلحة وعزته شعبه المصري اللي طول الوقت واقف في ظهر القوات المسلحة. ليس أبدا يوما للمتاجرة ولا للتباهي. رحم الله كل شهداء مصر. من هو الفريق عبد المنعم رياض؟ فريق عبد المنعم رياض رجل ابن المؤسسة العسكرية، تدرج في مناصبها العسكرية حتى وصل إلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إبان أو خلال فترة حرب الاستنزاف. ويمكن كتير من الناس ما بتاخدش بالها من عظمة وبطولات وتضحيات المصريين في حرب الاستنزاف. في ناس طول الوقت بتتكلم عن حرب أكتوبر ونصر أكتوبر ويوم 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وهذا حقيقي، بس أي حد بيفهم شوية ومتابع شوية يعرف أنه لولا حرب الاستنزاف ما كانت أكتوبر، لولا تضحيات حرب الاستنزاف ما كان العبور، لولا الإرادة، إرادة كسر الهزيمة وإرادة تحقيق النصر التي تولدت خلال حرب الاستنزاف، واللي ابتدت من موقعة راس العش اللي بعد شهور قليلة جدا من نكسة يونيو، ما كان الجيش المصري وقف على حيله وأراد النصر. تعالوا نتعرف لماذا اختارت القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام ليكون احتفال مصري بيوم الشهيد. على مر التاريخ قدمت القوات المسلحة ورجالها الأبطال الشرفاء من التضحيات ما تسجله أنصع صفحات هذا التاريخ. تضحيات وصلت لحد الاستشهاد في سبيل رفعة الوطن، استشهادات كان من بينها استشهاد الفريق البطل عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة في عام 1969 في أثناء حرب الاستنزاف. وتخليدا لذكرى تحتفل مصر في 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك احتفال بأعلى وأسمى معاني التكريم والتضحية بالنفس والفداء التي تعد من القيم السامية للقوات المسلحة، مبعث وفخر واعتزاز المصري جميعا. واحتفالا بهذه المناسبة قامت القوات المسلحة بفتح المزارات والمتاحف التي من بينها
بانوراما حرب أكتوبر ومتحف العالمين العسكري ومتحف بورسعيد الحربي، وذلك في حرص من القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية لدى الشباب وتعريفهم بالبطولات والتضحيات التي يقدمها الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة جيلا بعد جيل. كما قام اللواء أركان حرب ناصر العاصي يرافقه اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول لشهداء القوات المسلحة بمقابر الشهداء. فالاحتفال بيوم الشهيد لا يقتصر على القوات المسلحة ورجالها فقط، فهو ذكرى يحتفل بها كل المصريين لأنهم ينظرون إلى القوات المسلحة على أنها منهم ولهم، فأبطالها ورجالها هم أبناء هذا الشعب ومهمتهم الدفاع عنه وحماية مصالحه. ويجب ألا ننسى في هذا اليوم أن نحيي أبطالنا الرابضين على رمال سيناء يواجهون بشجاعة وبسالة قوى الظلام والإرهاب، ولا يخشون في الدفاع عن هذا الوطن وأبنائه إلا الله وحده، وندعو لهم بالنصر والقضاء على هذه الفئة الضالة التي لا تريد سوى الخراب لمصر والدمار لأهلها. أيام وأبطال وزعماء وحاجات كتير حلوة مفتقدينها وهترجع إن شاء الله. الاستشهاد زي ما أنا قلت لحضراتكم بيبقى تمن، الناس بتدفعه وهي راضية، وآخر دافعي هذا الثمن وآخر الشهداء اللي سقطوا هو الشهيد العقيد ياسر الحديدي من قوة قطاع الأمن العام مفتش سيناء، اللي كان في دورية امبارح في مدينة العريش تحديدا في شارع أسيوط في دائرة قسم ثالث العريش، وانفجرت عبوة ناسفة في الدورية اللي هم كانوا فيها، فأصيب كل أفراد الدورية أصيبوا إلا هو لقي حتفه ونحسبه عند الله شهيدا. والنهاردة أقيمت جنازة حضرها وترأسها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وكثير من القيادات. الحقيقة انه السلسلة لا تنتهي، سلسلة البطولات لا تنتهي، سلسلة الشهداء لا تنتهي، وسلسلة الملاحم المصرية كمان لا تنتهي. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل اخبارنا في الحياة اليوم.
ده كان آخر حلقة من سلسلة الشهداء الشهيد العقيد ياسر الحديدي اللي سقط امبارح أثناء مرور دوريته في قسم ثالث العريش رحمة الله عليه. والحرب في العريش والحرب في سيناء وتحديدا في شمال سيناء لم تنتهي، والناس اللي طول الوقت بتتكلم على انه في مبالغة وفي كذا، يعني متهيألي آن الأوان ان هم يقتنعوا انه جيشهم في حرب حقيقية وان بلدهم في حرب حقيقية. وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، يا اما نقف مع جيشنا وبلدنا في هذه الحرب، او مش عايز اقول كلام يضايق، نسكت على الاقل، نسكت. الناس اللي دمها بيسيل، ناس اللي ارواحها بتزهق علشان احنا نعيش، ما ينفعش يبقى جزاءهم مننا اما الشماتة او اللامبالاة او الهزار او حتى عدم التصديق. عدم التصديق هنا في الحرب نوع من انواع الخيانة. الجيش النهاردة أثناء حربه في تطهير شمال سيناء كمان من الإرهابيين والخلايا التكفيرية والبؤر الإرهابية، قام بتدمير نفقين وضبط كام بقى؟ ضبط 70 تكفيري. عارفين يعني أنا مش عايز كلمة تكفيري دي، معلش، 70 إرهابي. إرهابي إرهابي، احنا اتفقنا من زمان إنه كلمة تكفيري دي كلمة يعني شوية مش دقيقة، وأنا شرحت لكم قبل كده، مش عايز أعيد كلامي، مش عايز اقول ليه مش دقيقة، انا قلت خلاص. احنا زمان في الثمانينات والتسعينات كنا بنحارب الاسلام التكفيري او المسلمين التكفيريين، انا اسف مفيش حاجة اسمها الاسلام التكفيري، الاسلام دين السماحة والوسطية والاحترام. كنا بنحارب الاسلاميين التكفيريين، وكان في التشدد وكان في الارهاب الديني. الان نحن نحارب الارهاب بس. يلبس بقى رداء ديني، يلبس رداء طائفي، يلبس رداء اخواني، يلبس رداء داعشي، يلبس الرداء اللي يلبسه، في النهايه هذا هو ارهاب سك، ارهاب خام، ارهاب مرتزقه، ارهاب مدفوع الاجر علشان الناس دي توقع البلد دي، وده ان شاء الله لن يقدر ولن يكون بمشيئه الرحمن. 70 ارهابي لما يقعوا في يوم، وامبارح نسمع عن 30، واول امبارح مقتل 6، انتوا متخيلين العدد قد ايه؟ أنا بس للأسف الشديد خدوا بالكوا، ودي آفة فينا كبشر، الإنسان طبعه الاعتياد. أنت أول مرة تسمع خبر معين ممكن تصدم ويجي لك يعني نوع من أنواع الانبهار سواء الإيجابي أو السلبي. تاني يوم لما تسمع الخبر، تالت يوم لما تسمع الخبر، بيحصل لك حالة من حالات الاعتياد على سماع الخبر، فما بقاش يأثر فيك زي الأول. ودي مشكلة كبيرة. لما كل يوم يسقط 70 30 20 10 5 6، ده يوصل لكم الصورة الحقيقية للإرهاب في سيناء عامل إزاي. وهنا عشان نلوم لازم نلوم وندعي على مرسي، الله يسامحه في اللي عمله فينا هو وقيادات الإخوان اللي فتحوا سيناء على مصراعيها لكل الإرهابيين من شتى بقاع الأرض، اللي جم من السودان ومن أفغانستان ومن كل بقاع الأرض، لموهم وفتحوا السجون وطلعوا الإرهابيين وطلعوا كل السوابق والمسجلين والإرهابيين، اتلموا وقالوا لهم أهلا وسهلا بكم في وطنكم الآمن شمال سيناء. الحرب حقيقية، وعدد الإرهابيين هناك كثير، والسلاح معهم كثير، والأموال اللي بتضخ ليهم كثيرة. عشان كده احنا كمان حربنا شديدة، وإنا فيها لمنتصرون إن شاء الله، ما عنديش شك في ده بإذن الله. النهاردة كمان علشان نغلق ملف الشهداء بالكامل، النهاردة وزير التموين بصحبة محافظ القليوبية افتتحوا ميدان الشهيد عادل رجائي، وكمل الحال اليوم كانت بصحبتهم.
تزامنا مع احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد، افتتح اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية بحضور السيد علي مصلح وزير التموين ميدان الشهيد اللواء عادل رجائي الذي استشهد نتيجة للغدر الإرهابي، ليكون رمزا وتقديرا من الدولة لتخليد من قدموا أرواحهم لإعلاء راية الوطن. هذا اليوم بيمثل قمة العطاء، قمة الفداء، قمة التضحية، حتى نبقى يموتون حتى نعيش، ويضحون بأنفسهم حتى ننعم بهذه الحياة. فالتحية كل التحية، وفي نفس الوقت نتمنى له الجنة والغفران إن شاء الله. حقيقة دي أقل حاجة تقدم للواء عادل الرجائي. اللواء عادل الرجائي زميل سابق، ربنا يتقبله، وهو أنا متأكد أنه في الجنة لأنه شهيد، رمز لبطولات كتير جدا موجودة في القوات المسلحة وفي الشرطة. وكان الشهيد ساهم في استهداف معاقل التنظيمات الإرهابية، وكان أبرز القبض على عادل حبارة وتحرير الجنود السبعة وعودتهم سالمين دون المساس بأحد منهم. هو كان أحد جنود وأبطال مع زمايله من أبطال الجيش في معركة هدم الأنفاق وإغراقها. جوزي الحمد لله كان رجل بطل وقبل بلاء حسنا ولم يتأخر يوما عن بلده. والحقيقة أننا فقدنا مقاتلا وطنيا ورمزا نبيلا على المستوى الإنساني، وأظن أن حضور المسؤولين والشعبيين لهذا اللقاء هو أبلغ تعبير عن أن دماء اللواء عادل الرجائي لن تذهب هباء. جميع أفراد القوات المسلحة بدءا من القائد العام حتى أحدث جندي يتمنون الشهادة، حيث أن الفريق أول عبد المنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بكونه دائما في الصفوف الأمامية، تأكيدا على أن مكان القائد الحقيقي في المقدمة وسط الجنود الأبطال، وهو الأمر الذي أدى لاستشهاده، وهي الشهادة التي كان يتمناها. طيب خلونا نروح لباقي أخبارنا وتطوراتنا، وأنا لسه الحقيقة معني بالقصة اللي حصلت في موضوع ميسي. سبحان الله، شفتوا الماتش بتاع امبارح، ماتش برشلونة وباريس سان جيرمان؟ عشان بس أنا عايز ميسي يطلع النهاردة على التويتر بتاعه ولا على الفيسبوك بتاعه ويقول شكرا مصر، هي دي الطاقة بتاعت الفراعنة اللي خلتهم يعملوا الماتش التاريخي بتاع امبارح. كام باك ما حصلش في العالم، يخسروا من باريس سان جيرمان من 10 ايام في باريس 4-0، يرجعوا امبارح يعوضوا 6-1 في ماتش اسطوري لو اتعاد 16 مرة ما يحصلش بالسيناريو ده. لكن هو ربنا كده كل 10 15 20 سنة يدينا ماتش تاريخي بسيناريو درامي ما حصلش علشان يبقى في الذاكرة. ماتش امبارح ماتش عالمي بكل المقاييس، واعتقد الشعب المصري ستاته قبل رجالته كانوا بيتفرجوا على الماتش امبارح عشان الاثاره والتشويق اللي كان فيه. وده تاثير زياره ميسي للهرم وابو الهول، عشان تعرفوا ان الفراعنه لسه سرهم باتع. المشكله بقى في ميسي فين؟ المشكله في الواقعه اللي حصلت مع ميسي من الدكتور الاثري كبير الاثريين واشهرهم صاحب البرنيطه الشهيره الدكتور زاهي حواس. مش عارف حضراتكم عرفتوا القصة ولا لا اللي حصلت من يومين ثلاثة، لما كان في مصر هنا نجم عالمي أمريكي كبير اسمه ويل سميث. ويل سميث واحد من أبرز وأشهر نجوم هوليوود، وكان في زيارة أسرية هنا وأسرته في مصر، وكلم الدكتور زاهي حواس لما جه مصر وقال له أنا موجود في مصر وعايزك تيجي تصطحبني برضو للهرم والأهرامات وأبو الهول والسقارة وكذا وكذا. والدكتور زاهي حواس نزل معاه وفسحه وشرح له بتاعه، حاجة ممتازة الحقيقة، زي ما الدكتور زاهي حواس عمل كده بالظبط مع مين؟ مع ميسي لما جه مصر ونزل وفسحه وشرح له وعمل له كده. المشكله بقى ان الدكتور زاهي حواس في احد المداخلات او احدى المداخلات التليفونيه من 3 ايام مع احد الزملاء في احدى القنوات الفضائيه الزميله، الزميل المذيع بيساله طب انت دلوقتي يا دكتور زاهي كنت مرافق لميسي وكنت مرافق لويل سميث، ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الملاحظات اللي انت شفتها على الاثنين؟ فقام الدكتور زاهي حواس والله اعلم عمل كده ازاي، انا يعني زاهي حواس صديق عزيز من فتره طويله جدا، من سنين، من اكتر من 20 سنه، وانا عارف انه رجل حكيم ولسانه مضبوط وواجهه وبيطلع يتكلم في المحافل الدوليه والاجنبيه وبيعمل مؤتمرات عن الاثار المصريه والسياحه المصريه، فراجل مسؤول عارف لسانه يطلع ايه وما يطلعش ايه. فوجئنا جميعا من الدكتور زاهي حواس بيقول للمذيع، بيقول له لا ده الفرق كبير، ده ميسي ده أبله وعبيط وما يعرفش حاجة عن الحضارة المصرية وبتاع وطلع عيني، أما ويل سميث ففاهم وقاري قبل ما يجي ومش عارف إيه.
فقامت الدنيا ولم تقعد. وطبعا مفيش حاجة اليومين دول بتستخبى، ومفيش حاجة اليومين دول بتعدي. الكلام اترجم ووصل للصحافة العالمية ووصل لميسي. الحقيقة كتر خيره ميسي ما فتحش بقه، كان ممكن ميسي يطلع بيان يروقنا فيه، أو على الأقل يرد فيه على السب والقذف اللي طالوا على لسان الدكتور زي حواس. لكن الحقيقة ميسي طلع محترم ورد امبارح فين؟ رد في الملعب، تك 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 تك. فأنا نيابة عن المصريين وعن زي حواس بشكر ميسي على أدبه. وعلى فكرة ميسي لو كان رد كان يبقى عدى العيب، واحد اتشتم وتروق ومردش، فبصراحة عدى العيب وأدب محترم جدا. بس الصحافة العالمية هي اللي ردت نيابة عن ميسي، صحيفة مش عارف ايه الأسبانية وصحيفة ايه كذا والموقع الرسمي بتاع ميسي ومحبي ميسي وعشاق ميسي اللي عددهم بالملايين في كل دول العالم خبطوا بقى فينا، وادي مصر وادي المصريين بقى الراجل يجيلكوا وينشط السياحة عندكوا ويعمل لكوا دعاية بملايين، وفي الاخر تشتموه وتتهموه ان هو اهبل وعبيط وبتاع. طب ابقوا مش عارف ايه على ايه لو حد تاني جالكوا. ثم خرج الدكتور زاهي حواس ببيان اعتذار، قال فيه انه لم يكن يقصد الاساءة وان هذه كانت مجرد زلة لسان وانه كذا وكذا وكذا وكذا. وانا هنا بسأل، وانا الحقيقة كان المفروض يبقى معايا الدكتور زاهي حواس دلوقتي على الهواء بالتليفون لكن للأسف هو تليفونه مقفول. في رأيي يا دكتور زاهي القصة تستحق اكثر من مجرد الاعتذار، لان انا مش عارف يعني زلة لسان، مش عارف كيف يعني فاتتك الحنكة والمواءمة والذكاء وكذا، ازاي تعمل كده؟ ازاي تعمل كده يا دكتور زاهي؟ ده انت سفير الاثار المصرية، ده انت سفير السياحة المصرية، انت سافرنا في دول العالم بنتباهى بيك لما بتروح تعمل محاضرات بيبقى قدامك الافات. ازاي تعمل كده؟ ازاي تضيع لنا اثر الزيارة وتقلبه عكسي، بدل ما يبقى ايجابي فنبقى بنتشتم، بدل ما الناس كلها تبقى بتتكلم عن مصر والسياحة في مصر. القصة اكتر من مجرد اعتذار. ولو عليا لو عليا واقدر اعملها بالتنسيق ان الدكتور زاهي يسافر لميسي يعتذر له يعملها، وياخد له هدية كده بردي ولا تمثال صغير ولا بتاع ويقول له نيابة عن مصر يعني انا بقدم لك الاعتذار، احنا سعداء وفخورين بزيارتك والكلام اللي وصلك ده كان مش هقول بقى اترجم غلط وبتاع ان الكلام ده الحقيقه سخيف، يقول لك اصل اسيء فهمي كلام، لا مفيش اسيء فهمي كلامي، انت غلطت يا دكتور وسبيت ميسي، عشان كده الاعتذار لازم يبقى في حجم الخطيئه التي وقعت. فانا بقول انه لازم يبقى في اعتذار رسمي، ياخد له سوفونير عباره عن اثر مصري حلو كده يبقى في بيت ميسي ويتصور وهو بيستلمه. وبذكر الاثر عندنا مصيبة تانية، مصيبة تانية لا تقل عن الإساءة اللي وجهها الدكتور زاهي لميسي. المصيبة التانية حصلت في المطرية. وزارة الآثار اكتشفت تمثالين في المطرية. اكتشفوا إيه؟ تمثالين في المطرية. تمثال يعتقد إنه بتاع رمسيس الثاني، يعتقد بتاع إنه بتاع رمسيس الثاني، وتمثال تاني مش عارف باين بتاع، هقول لكم دلوقتي بتاع مين. جاي حالا أهو. اهو الملك سيتي الثاني، تمثال الاول للملك سيتي الثاني والتمثال الثاني من المرجح انه يكون لرمسيس الثاني. طب حلو، وزارة الاثار، وزارة الاثار اكتشفت اثار وبتطلعها. الفيديوهات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، دي مش المقاولين العرب بتعمل صرف صحي، ده مش بركة في كوم مش عارف الايه، دي الطريقة التي تتعامل بيها وزارة الآثار المصرية مع آثارنا المصرية التي لا تقدر بثمن. بتطلعها بلودر، بتطلعها بونش، بتطلعها بيه، وكلمة بيه دي هقف عندها شوية لحد ما تشوف الصورة اللي جاية. بصوا المنظر، لو في حد في العالم شافنا واحنا بنعمل كده في اثارنا هيعملوا حاجه من اتنين، يا اما هيحجروا علينا، عارفين
العيال اللي بتهجر على ابوهم عشان بيعتبروه سفيه وغير معني وغير امين بالاداره مش عارف ايه وكذا. يعني بصراحه احنا اسوأ امناء على اثرنا، احنا اسوأ خدام لاثرنا. العالم كله بيقول يا بختكوا على اللي عندكوا، يا بختكوا على اللي عندكوا، واحنا بنعمل كده في اللي عندنا. معايا على التليفون الدكتور ايمن عشماوي رئيس البعثة المصرية للتنقيب عن اثار المطرية. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ايه الصور دي يا دكتور؟ ايوه من حضرتك، قبل ما نحكم على اي شيء احنا امناء على اثرنا. الموقع اللي حضرتك بتشوفه دوت موقع سور الخميس. اي انسان موقع ايه يا فندم؟ سور الخميس في المطريه. تمام يا فندم. اي انسان لازم يفهم ملابسات الحاجه اللي طالعه وهو ضاعها عشان يحكم اذا كان اللي بيحصل دوت بالنسبه للمصريين هل بتسيء اليه او لا. الموقع دوت التمثال اللي حضرتك شفته والصور اللي هي الميه اللي بتطلع والكلام ده كله على عمق 2 متر من المياه الجوفيه. احنا من سنه 2006 شغالين حفاير علميه كامله وبحته في المنطقه بكل قواعد العلميه السليمه. لحد ما وصلنا لمرحله ان احنا نصفي الموقع لتسليمه للحاجات الموجوده دي اسفل مستوى المياه الجوفيه ب 2 متر. ايا كان المقاولين العرب بعثه اجنبيه مصريه ما حدش هيشيل انت اللي يتحرك او اي انسان مدعو ان يشوف احنا هنشيل التمثال يوم الاثنين بقوناش برضه بنفس الطريقه العلميه. انت بتتكلم في تمثال 8 متر اللي اتشالت الراس لانها مفصوله وكانت تطعيق اي اعمال للنقل، اتشالت بطريقه اللي انت شفتها وهي مش طريقه غلط زي ما الناس او زي ما البعض تجنى، لان انت في مكان ووضعيتها ما كانش هتسمع بكده. راس حوالي 4 طن عمرك ما هتشيلها بعماله ولا باي شيء. ثانيا الجزء المفصول اللي احنا رفعناه لتنظيفه فوق اتاه كتله صماء كبيره جدا هي الراس بتاع التمثال، وما فيش احتكاك ما بين المعده وفيها خالص، كل اللي كان موجود وشاهده شاهدها. حته برضه حته المصريين سفهاء او الامناء، يعني احنا بنقول انت بتقول انا رئيس البعثه المصريه الالمانيه المشتركه. خلي بالك في سفير ثاني اسمه جانب الماني معايا برضه. طيب دكتور ايمن انا طبعا طيب انا محترم وجهه نظرك وكلامك طبعا، انا بس حضرتك شايف الفيديو اللي احنا شايفينه قدامنا ولا حضرتك مش قدامك تلفزيون؟ لا انا بعيد عن التلفزيون. طيب الفيديو اللي قدامي يا فندم الراس اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي هي وزنها 4 كيلو و4 طن يا فندم 4 طن. الراس طالع يا فندم وفي حوالي 25 30 نفر عليها، ما يعني ما اعتقدش ان كلهم في الاثار ده، في ناس لابسه جلاليب وفي ناس لابسه مش عارف ايه وجايبين جرادل. الجلاليب دول يا فندم دول طب اسمعني بس يا دكتور، دول جايبين جرادل ميه وبيشطفوا التمثال. تمام حضرتك تمام ده تمام شكل حضرتك. علمي. ايوه يا فندم نكمل بقى، انت سالت سؤالك اتفضل. ده شكل علمي، انت بتتكلم على راس من حجر الكوارتزايت عشان تشيل من عليه الطينه، حجر درجه صلابته عاليه جدا، الحجر الرملي حضرتك عارفه درجه صلابته عاليه جدا، وانت عشان هتشيل عليه من الاوساخ سواء في مصر سواء في الهند سواء في امريكا انت ما بتغسلش الحجر الا بالميه. ما كانش في نوع من ايوه مين يا فندم ده اللي معدي في الشارع؟ انت حضرتك قدامي دلوقتي الفيديو اللي معدي في الشارع واقف بيغسل معاهم. لا يا فندم الجلابيه دول يا فندم انا ابوس ايدك بص على الفيديو، يعني عايز حضرتك انا ههديك الفيديو يا فندم انا اصلا طول اليوم موجود قدام حضرتك. ايوه موجود. الفيديو اللي قدامي دلوقتي قدامي 300 نفر ملفوفين حوالين البتاع للاسف. دي احد المشاكل اللي واجهتنا واللي كويس ان حضرتك اتكلمت فيها. المكان اللي انت بتتكلم فيه ده في قلب المنطقه السكنيه في وسط منطقه المطريه، يعني عارف حضرتك هنا من المشاكل اللي بتقابلنا. انت بتتكلم النهارده وانا بشيله، انا بقالي 5 أو 10 سنين وسط الاهالي ديت بتقف على دماغك، ودي من مشاكل العمل الاثري. انت ما تقوليش ان يعني هتهجر منطقه. المشكله من مشاكل العمل الاثري ان احنا اتواجدنا في قلب المنطقه دي، ودي ممكن تعكس لك اي قرار بناخده
في عمليه نقل الموقع او نقل الاثار او نقل الحاجه لان المكان نفسه انت في منطقه سكنيه صعبه يمكن تشوف العماير. بس انا عايز اقول لك حاجه، العمال ابو جهبيه اللي انت شايفه دول. طيب طب اسالك سؤال يا دكتور، اسالك سؤال دكتور، اسالك سؤال وحضرتك اكيد يعني هتقدر تجاوبني عليه بشكل علمي دلوقتي. تمام. اليس وانا طبعا مش متخصص، حضرتك المتخصص وانا هنا بستعلم وبستفيد منك. لا يا فندم، دي مسؤوليتي، انا بتكلم من واقع مسؤوليتي. تمام. دلوقتي لو انا يا فندم مكان حضرتك رئيس بعثه بتنقب في منطقه معينه وخلاص هعمل النهارده الشغل الاساسي بتاع ان انا هجيب الات الرفع ايا بقى، يطلع ونش يطلع لودر يطلع فيه مكنه متخصصه الله اعلم، حضرتك ادرى مني، وهشتغل وهطلع اثر قيمته لا تقدر بثمن. تمام. ابسط الاشياء، مش هنعمل كردون حوالين الموضوع واقول يا جماعه النهارده ده مكان مش هيسمح بالعبور لمده كام ساعه علشان احنا هنعمل حاجه فنيه تكتيكيه بحته، ولا ابقى زي ما حضرتك قلت كده في وسط الناس وسداح مداح؟ ده ابسط شيء، ده لما العمال على الكوبري بيعملوا الوصله بيحط كده شرطه وبيقول لك عفوا للي مش عارف ايه منطقه عمل، او انا في الاثار ما اعملش كده. انت فاكر نقل تمثال رمسيس من ميدان رمسيس؟ ايه يا دكتور؟ ازاي الناس؟ طب ثانيه واحده يا جماعه، ثانيه واحده، ها قول يا دكتور. فاكر نقل تمثال رمسيس من ميدان رمسيس وازاي التنمر اللي حصل حواليه؟ احنا شغالين في وسط البيئه دي على قد ما قدرنا نبعد. لك يا دكتور ما عندكش شريط، ما عندكش شريط تحطه حوالين المكان تمنع فيه دخول غير المتخصصين؟ انا بقول لحضرتك في ناس النهارده اللي معدي مسك فوطه، ده في واحد كان بيمسح البتاع بجلابيته يا فندم، جايب جردل من البركه وقام حاطه على التمثال وبيمسح بيشطفه ولا بيلمعه بجلابيته. ما انا بقول لحضرتك لو سمعتني دقيقه واحده توصف الناس دي لو سمحت. هؤلاء ابو جلابيه ده هو العالم اللي كشف، العامل اللي كشف اثار مصر الحالي، دول عمال متخصصين من طفل، عماله اجرتها اعلى من الاثر نفسه اللي انت بتقول عن الجلابيه. ال 300 واحد دول يا فندم كلهم عمال. يا فندم انت ما عندكش 300 واحد بجلابيه. انا يا فندم سيبك، انا بقول لك جلابيه على المشهد اللي حصل، في 300 واحد قدامي دلوقتي ملمومين حوالين الاثر. دي في ناس قرمين ونأثرين من المنطقه اللي حصل. نتكلم يعني حضرتك شايف انه لم يكن من الواجب ان انا احوط المنطقه بكردون كده وبشريط لاصق واكتب عليه عفوا ممنوع المرور اعمال فنيه تحدث. تمام. حضرتك ده رفع التمثال نفسه الكبير يوم الاثنين، الكثافه اللي حصلت دي لوجود الخطر الاعلامي اللي احنا اذعنا ان احنا هنعلن عن الكشف اليوم. حوالي 60% من اللي موجود عندك دول اعلاميين وصحفيين. اعلاميين؟ مش وصحفيين. لان تصادف ان النهارده احنا اعلنا، الوزاره اعلنت عن الكشف لسبب التوازن. اما ابو جلابيه ودول عمال البعثه اللي شغالين معانا، بقول لحضرتك عماله فنيه من اعلى ما يكون، بيشرف اي اجنبي اي عالم اجنبي ان كتب اسمه ان كتب بايد الناس دي. ده بالصدق. لكن انا احب اقول لحضرتك حاجه، وانا بثق في مدى حضرتك وزن حضرتك للامور. اي انسان بيحكم، لان انا سمعت كتير جدا ناس تكلموا عن معده وعن وعن وبداوا او يتكلموا عن الحمايه، انا بتكلم على 2 متر تحت مستوى المياه الجوفيه هي مرحله انقاذ. المعبد ده احنا بقول لحضرتك من 2006 حفاير علميه بحته، ومن 2012 معانا الجانب الالماني، احنا في مرحله انقاذ وتصفيه الموقع لان لازم اكمل التنميه، ما اقدرش احتفظ حتى بيه، لا يوجد جدوى من الاحتفاظ بيه. لكن الوزير معالي الوزير النهارده طلب تخصيص مكان في المتحف المصري الكبير لعرض حاجات المصريه دي. دي الوسيله ان انا اقدر بيها اصون تراثي. طيب قول لي يا دكتور هتعملوا ايه في بقيه المنطقه؟ بقى المنطقه المطريه كلها مرشح ليها وجود اثار، وفيها حتت مساكن وفيها حتت اسواق وفيها حتت باع جائلين وفيها يعني. تمام يا دكتور كامل. هتعملوا فيها ايه؟ تمام. حضرتك دلوقتي عندنا عنصرين، عنصر تنميه ما تقدرش تتكلم، ما تقدرش نوقفه، وعنصر حمايه تراثنا واثارنا. احنا بقالنا من 2012 في عمليه حفائر انقاذ لحمايه المنطقه والتعديات اللي تمت، اي منطقه قبل ما بيتبني فيها احنا بنحاول نتدخل وننقذ ما يمكن انقاذه. هحط لحضرتك خطين لازم تحطهم في اعتبارك. مدينه القاهره الاسلاميه اللي سيادتك بتزورها والاثار الاسلاميه اللي عند حضرتك دي كلها
بنيت بكتل احجار من المنطقه اللي انت بتتكلم عنها دي. فللاسف اكبر معبد في مصر ده اكبر على فكره يا استاذ سامر من معبد الكرنك، الضعف مساحته بغباده الشمس، وكان السنتر ده اتبنى واتحجر واتبنت بيه القاهره الاسلاميه. الدلتا ما فيهاش حجاره فكانوا بياخدوها منها. فانت بتتعامل مع موقع تم تحجيره على مدار السنين وتدميره، انت ما بتعملش مع اثر ثابت زي منطقه القرنه او الاقصر او بعض المناطق اللي انا اللي اقدر احميه وعندي ثابت انا هحافظ عليه كمنطقه اثريه. طيب سؤالي الاخير يا دكتور لو سمحت لي عشان الوقت بس، انه في بعض الكلام بيتردد انه التمثال كان سليم واللودر اللي كسره. طيب الفيصل فيه يا فندم الصور اللي هي قبل التاريخ ده مش حقيقي يا فندم، لان الراس موجوده قبل منه، اللودر ده ملوش علاقه بالتمثال نهائي. وبعدين اي واحد محترف ده كان قدام بقول لحضرتك 60% من اللي كانوا واقفين اعلام الكسر بيبان، الحديث اي خبطه حديثه تاكد اللودر من نفس اللي احنا حاطين عروق خشب اثناء الرفع. تمام. لكن اي كسر حديث سيادتك عارف بيبان في ساعتها. طيب دكتور انا بشكرك شكرا جزيلا واسف اذا كنت اثقلت على حضرتك. اتمنى ان الناس تتفهم ان احنا تراثنا بنصونه وهنصونه اكثر من اي حد فينا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور ايمن عشماوي. يعني أنا مقدر طبعا حرص الدكتور أيمن على الدفاع عن شغله وشغل العاملين معه، وطبعا هو كان عايز يشيلني قصة أن أنا بهين بتاع الجلابية وكذا، ماشي يعني ما عنديش مشكلة عشيل أنا كل حاجة، رغم أن أنا مش قصدي طبعا، لأن أنا طول الوقت بقول أن الجلابية دي أصل مصر يعني، لكن ماشي هعديها باعتبار أنه إيه كانت يعني تركة حلوة كده، مقلب حرمية أو مقص حرمية لطيف. لكن هي القصة أنه ما زلت أنا عند رأيي الشغل الفني انا الله اعلم، يعني مش انا تامر اللي هحكم دلوقتي انه الراس دي تطلع بلودر ولا تطلع بوينش ولا تطلع برافعه حديثه معينه مخصصه للحاجات دي، مش انا اللي احكم، في خبراء يرجعوا بعد كده يقولوا لنا ايه الصح وايه الغلط. لكن انا قولا واحدا اقدر احكم على الطريقه العشوائيه اللي كان بيدار بيها الشغل دي، مش محتاجه متخصص. هتقولوا لي يا تامر طب كنت تعملها ازاي؟ لو انا رئيس المنطقه او رئيس البعثه والنهارده اليوم الحسم، يوم التقيل، يوم الامتحان بقى اللي هطلع فيه شغله وبتاع، هعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم هقوم رافع سماعه التليفون من 3 4 ايام على رئيس الحي او على المحافظ، يا فندم احنا عندنا يوم الخميس اللي جاي اللي هو النهارده يوم تاريخي مهم هنعمل فيه 1 2 3 4، ارجو ان يبقى في ناس معانا من الحي عشان ينظموا لنا القصه، لو محتاجين شارع يتقفل، محتاجين حاجه تتفتح، مش عارف ايه، ناس من الاحياء والبلديه يبقوا معانا علشان ينظموا القصه. تشاكين يا فندم اوت، تشاكين يا فندم، سلام عليكم. تليفون تاني الاداره العامه للمرور، يا فندم احنا عندنا يوم كذا 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 كذا، لو سمحتوا خليكم معانا وابعتوا لنا فريق او وفد او مجموعه من الضباط والمش عارف كذا، علشان عندنا يوم مهم هنقفل هنا وتجيبوا لنا البتاع السلاسل الحديد دي بالاقماع اللي مش عارف ايه وشريط الاحمر ده اللي بيلف في داير ما يدور، ونكتب هنا عفوا منطقه عمل ناسف للازعاج، وناس تقف ما تخليش حد يعدي عشان احنا بنشتغل شغل فني متخصص، او هكذا يكون الامر. لكن ان انا اقول لهم يلا يا جماعه نشمر بسم الله الله هو اكبر، يبقى احنا كده في سويقه. والحقيقه ان هو بلسانه الدكتور قال لك احنا فين النهارده كنا بنشتغل في سوق الخميس، يعني في سويقه، فراح تشتغل في سويقه ومن غير تحضير، راح تشتغل في سويقه من غير امن، راح تشتغل في سويقه من غير كردون يعرفك مين اللي يتواجد في المنطقه ومين اللي لا. وبعدين اسهل خروف يشيل الليله هو الاعلام. اما قلت له ده في 300 واحد كده قال لك دول الاعلاميين، اي حد عايز يشيل اي حاجه في البلد دي يقول لك دول الاعلاميين. بلغنا امبارح ان النهارده في كشف اثري مهم، فالاعلاميين جم وعطلونا وزحموا الدنيا ووقفوا على البتاع. انا مش معترض ان انت تشتغل، انا معترض ان انت تشتغل غلط. وانا سؤالي المحدد اللي هختم بيه الكلام، الفيصل بيني وبين اي حد يدافع او يعترض او يتحفظ على اللي انا بقوله، الصور والمشاهد والفيديو دي لو انا بعتها بكره لليونسكو، مش هبعتها بقى لحد غريب، هبعتها لليونسكو
منظمه الثقافه والعلوم والاثار مش عارف اللي هي المعنيه بالحاجات دي، وقلت لهم هذه طريقه تنقيبنا وكشفنا عن اثارنا، حلوه تمام علميه منهجيه صح. لو قالوا صح احط صندل في بقي، لو قالوا لا ما يصحش، ايه الطين ده وايه البركه دي وايه الناس دي كلها وايه اللودر ده، يبقى لنا كلام تاني. النهارده فاكرين حضراتكم القصه اللي احنا اتكلمنا فيها مع حضراتكم امبارح بتاع موضوع الخبز والكارت الذهبي والازمه اللي حصلت؟ هو الحمد لله الازمه انتهت امبارح، والنهارده مجلس الوزراء قرر اعطاء المواطنين 3 أشهر كمهله اخيره لتحديث بياناتهم فيما يتعلق بكروت التموين والنقاط الخبز ومش عارف ايه وكذا وكذا، وبعد 3 أشهر لا تلوموا الا انفسكم. هذا قول الحكومه النهارده، قال لك 3 أشهر مهله لتحديث البيانات، اللي بطاقته ضايعه، اللي بطاقته تالفه، اللي ما عندوش بطاقه خالص، اللي عايز يطلع بطاقه، اللي غير محل السكن، اللي غير المحافظه اللي هو بيشتغل فيها، اللي طلع من الدعم، اللي دخل في الدعم، اي معلومه جديده هتنفع تحدث بها بياناتك روح قدمها خلال الـ3 أشهر اللي جايين، عشان بعد الـ3 أشهر وفقا لكلام الحكومه هتكون دي بقى معلوماتنا، هتكون وزاره الانتاج الحربي انتهت من تحديث البيانات وجمع الداتا كلها واستخراج الكارت الذكي، مش الكارت الذهبي، الكارت الذكي. فبعد 3 أشهر يطلع لمعاليك الكارت الذكي، الكارت الذكي ده هو اللي هتقبض بيه دعمك وتموينك، معكش الكارت مش هتقبض. صح ولا غلط؟ الكلام بتاع النهارده هو اللي صح، الكلام بتاع اليومين اللي فاتوا هو اللي غلط. كان قرار ما ينفعش استخدم الذهبي قبل الذكي. اوزع على الناس الذكي الاول وبعدين يبقى معايا الجوكر بقى اللي هو الكارت الذهبي، لكن انزل الكارت الذهبي واشيل الدعم اللي فيه من 3000 رغيف ل 500 رغيف كان لازم يحصل اللي حصل طبعا. اللعب في لقمه العيش خطر خطر، العب في اي حاجه الا في لقمه العيش. طيب انتوا عارفين حضراتكم ان في مصر في لجنه اسمها اللجنه العليا للحج، هي اللي بتحدد كل سنه الشرايح والأعداد اللي هتطلع في الحج وتقسمها على الأماكن المختلفة أو الجهات المختلفة. النهاردة اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حددت 32,000 تأشيرة حج سياحي و 12,000 تأشيرة حج للجمعيات و 22,000 تأشيرة للقرعة. عارفين طبعا حج القرعه ده بتاع الداخليه، هم عندنا 3 أشكال حج، عندنا حج الداخليه اللي اسمه حج القرعه، وعندنا حج الجمعيات اللي هو حج التضامن، وعندنا الحج السياحي اللي هو الحج الفاخر ابو حاجات بنسمع عنها كده وما بنشوفهاش. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يوعدنا يا عم. وده طبعا بعد ما قررت السعوديه زياده حصه مصر من التاشيرات ل 72 متهيألي صح؟ 72,000 تاشيره كانوا 68 باين ولا 62؟ لا ده كانوا 62 بقوا 78، مش 72 بقوا 78، كانوا 62,000 السنه اللي فاتت زودتنا 16,000 بقوا 78,000. ايه يا اخوانا ده؟ فين يا فين يا فين؟ 76 صح؟ 32 معلش تبقى بالراحه عليا بقى، 32 و12 44 و20 62، لا يا ده 44 و20 62، 44 و20 64 و2 ايه ده اللي بيحصل ده؟ فين فين يا رئيس الوزراء الباقيين؟ الحكومه ضاربه 10,000 تأشيره. لا ما بنهزرش والله، فين؟ طب استنى، لا معلش، طب يعني هكمل الاخبار بس ارجعوا لنا، مش احنا امبارح ولا اول امبارح اللي قلنا السعوديه رفعت الحصه بتاعت مصر من حاجه و60,000؟ ايوه يا جماعه ما اشوف يعني اقول للناس معلومات غلط؟ انا دلوقتي عايز اعرف الحكومه يعني ضربت 10 كده على جنب ولا هم حاجه و60؟ فشوفوا لنا بس وتاكدوا. احنا كنا قلنا لحضراتكم ان السعوديه امبارح في عناويننا ولا في اول امبارح رفعت من حاجه و60 لحاجه و70، دلوقتي الحكومه شكلت حاجه و60 20 و30 50 و10 60 و2 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 يبقى 66 اللي اعلنت عنه النهارده الحكومه 66. معلوماتي ان في 10 او 12,000 تاشيره كمان، دول بتوع ايه؟ ولا دول مجاملات ولا مش عارف يعني، هنشوف بقى. نعم بتاع انه الحقيقه التاشيرات ما ينفعش تبقى فوضى كده. طيب
الاتحاد الأوروبي النهاردة أعلن عن منحة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وده بمناسبة إتمام 500 مشروع صغير ومتوسط في مصر. فقالوا أنه العمل في مسألة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورعاية الحكومة لها يسير بشكل إيجابي، وده يخلينا على ثقة أنه مصر تحتاج إلى تشجيع أكثر، فبالتالي هندعم قطاعات أخرى في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكمان ندعم ان هم يبقوا قادرين على التصدير. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل باقي اخبارنا ونبدا حواراتنا. لا لسه عندنا شويه اخبار قبل الحوارات، وهنتاكد لحضراتكم دلوقتي بالظبط عدد التاشيرات كام، واللي وقع دول وقعوا في حجر مين. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. وزارة الخارجية كانت قايمة خلال الفترة اللي فاتت بنشاط مكثف قام به وزير الخارجية، كان متمثل في زيارة مهمة جدا للعاصمة البلجيكية بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي، قابل فيها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وده في اعتقادي أول لقاء من نوعه يجمع هذا الجمع من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزير دولة خارج الاتحاد الأوروبي. كمان التقى بالأمين العام لحلف الناتو، وكان تسبق هذه الزيارة زيارة مهمة كمان للعاصمة الأمريكية واشنطن. عشان نعرف نتائج هذه الجولة المكوكية لوزير الخارجية معانا على الهواء بالصوت والصورة المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. أحمد بيه مساء الخير وتحياتي. أهلا وسهلا، مساء الخير. سيادة المستشار، زيارة سامح شكري وزير الخارجية لبروكسل أعتقد أنها كانت استثنائية. أولا نتكلم، أنا معني أكتر معلش بحلف الناتو، لأن عارف حضرتك طبيعة حلف الناتو وطبيعة المهام سواء العسكرية أو حتى السياسية اللي هو مطلع بيها. حضرتك تشرح للسادة المشاهدين أولا إحنا إيه علاقتنا بحلف الناتو، وإيه اللي ممكن يكون دار ما بين وزير الخارجية المصري وأمين عام حلف الناتو؟ هو في الحقيقة الزيارة لمقر حلف الناتو هي بالفعل زيارة فريدة من نوعها وهامة، لأنه تتزامن هذه الزيارة مع حصول مصر على تمثيل دبلوماسي دائم لدى الحلف، وتم الإعلان عنه في شهر مارس الجاري، وكان هذا أيضا يعني يكلل الزيارة ويعكس أهمية هذه الزيارة لمقر الحلف ولقاء وزير الخارجية مع سكرتير عام الحلف. طبعا الحلف منخرط في موضوعات كثيرة تتعلق بأمن المنطقة، سواء أمن البحر المتوسط أو أمن الشرق الأوسط، لارتباطه الوثيق بأمن القارة الأوروبية وجنوب وشمال المتوسط، وبالتالي من الطبيعي أن تجد أن هناك موضوعات كثيرة محل اهتمام مشترك بين الحلف الناتو ودول جنوب المتوسط. مصر طبعا بطبع أو بحكم وضعها الإقليمي ومكانتها الإقليمية ودورها اللي بتقوم به الرائد في مجال مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص، وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي قضايا
في مجملها بتهم القارة الأوروبية بيدور حوار مطول حول تلك القضايا. لا شك أيضا أن موضوع الوضع في ليبيا والأزمة في ليبيا حازت على قدر كبير من النقاش أيضا بين الوزير سامح شكري وسكرتير عام الحلف وقيادات الحلف أو مديري الإدارات الرئيسية في الحلف، لأننا طبعا عارفين الدور اللي مصر بتقوم به في حلحلة الأزمة الليبية والنشاط الذي شهدته القاهرة خلال الأشهر الأخيرة في استضافة القيادات الليبية وقيادات القبائل الليبية وقيادات الفكر الليبية وما تمخض عنها من توافقات كان من المفترض أنها تقود إلى حلحلة الأزمة في وقت قريب. وبالتالي القضايا محل الاهتمام المشترك قضايا كثيرة، زي ما قلت مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية وكيفية معالجتها، وطبعا وزير خارجية مصر هنا شرح رؤية مصر تجاه قضية الهجرة غير الشرعية، وهي رؤية شاملة الحقيقة بتتجاوز مسألة التعامل الأمني مع الظاهرة، ولكن تشمل أيضا التعامل التنموي ورفع قدرات الدول التي تستقبل أو التي المصدرة للهجرة أو التي يعبر من خلالها المهاجرون، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية زي ما قلت ليبيا، القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط، الوضع في العراق، الوضع في اليمن، بالإضافة إلى التعاون الثنائي، لأنه بالطبع هناك مجالات للتعاون الثنائي بين مصر والحلف الأطلنطي في مجال رفع القدرات ومجال مكافحة الألغام وخلافه. هناك مشروعات بالفعل تقوم. طيب هو لو سمحت لي في المقاطعة أحمد بيه، هل فكرة التمثيل الدائم أو وجود حضور لمصر في الناتو، هل مجرد بس على مستوى المشاورات، على مستوى التدريبات، النواحي العسكرية، ولا ده قد يسمح لنا بالدخول شوية في سياسات الناتو؟ لأن حضرتك عارف أن في بعض الأحيان الناتو له بعض السياسات، مش هقول العدائية، لكن التي قد تضر بالمنطقة وخصوصا الشرق الأوسط والوطن العربي. هل لنا الآن سي زي ما بيقول بالإنجليزي كده أو قول في هذا الموضوع، ولا احنا في مقعد المتفرجين؟ يعني طبعا احنا بنشارك كدولة لها تمثيل دبلوماسي في الحلف وليست كدولة عضو في الحلف. تمام. وبالتالي بالتأكيد هذا بيختلف. العضو له عضوية كاملة، له جزء من عملية صنع القرار داخل الحلف، ولكن ما في شك ان وجود تمثيل دبلوماسي مصري دائم لدى الحلف بيعزز من قدرة مصر على أنها تنقل رؤيتها وتنقل وجهة نظرها وتنقل مواقفها وتنقل تقييمها للأوضاع ورؤيتها، وده ما فيش شك أنه بيكون محل اهتمام كبير من جانب الحلف، لأنه في النهاية نحن الدولة التي تقيم في هذه المنطقة ولها والتي تتفاعل معها وتتفاهم ديناميكيات العمل في هذه المنطقة، وبيكون هناك قدر كبير من التنسيق والتشاور اللي مطلوب الحقيقة تكثيفه خلال المرحلة القادمة. نعم. سريعا نمر على الاجتماع المهم أيضا لعقد وزير خارجية مع 28 وزير من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. أولا، عنوان الاجتماع كان سياسة أكتر ولا اقتصاد؟ هو طبعا علاقة استراتيجية وعلاقة شراكة بمفهومها الشامل، بتشمل الجوانب السياسية، بتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبتشمل الجوانب المرتبطة بعملية التحول الديمقراطي وخلافه. الدعوة وجهت من جانب الاتحاد الأوروبي لمصر على خلفية أنه تم التوصل مؤخرا على ما يسمى بوثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهناك حرص وبالتالي مع الإعلان عن هذه الوثيقة، وهي وثيقة هامة تفاوض عليها المفاوض المصري منذ عام 2016، بحيث يضمن أن تعكس هذه الوثيقة أولويات التنمية الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري والأولويات الموجودة بالفعل في وثيقة 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة. فبعد أن كللت هذه المفاوضات بالنجاح وتوصلنا بالفعل إلى تلك الآلية أو هذه الوثيقة، كان هناك رغبة لدى الاتحاد الأوروبي للجلوس في جلسة خاصة مع وزير خارجية مصر للتشاور حول الموضوعات المختلفة. طبعا هذا لقاء مهم، لأنه زي ما حضرتك أشرت في المقدمة، لقاء بيجمع 28 وزير خارجية دولة أوروبية مع وزير خارجية مصر على غذاء عمل. هذا الغذاء كان مقررا أن يستغرق ساعة إلى ساعة ونص، استغرق قرابة 3 ساعات،
تم التطرق إلى كافة الموضوعات المرتبطة سواء بالعلاقة الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة، أو يتعلق بالوضع الإقليمي، لأنه كانوا مهتمين الحقيقة بالاستماع إلى رؤية مصر وتقييمها للأوضاع الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا، القضية الفلسطينية، بما لدى مصر من اتصالات مع الأطراف وجهد بتقوم به من خلال هذه الاتصالات لاستئناف عملية السلام وخلافه. طيب. يعني ما فيش شك أنه الحوار الحقيقة كان إيجابي إلى حد كبير، وأنا عايز أشير هنا إلى جهد كبير جداً قامت به عدد من الدول الأوروبية التي استثمرت مصر علاقتها معها خلال الفترة الأخيرة، خلال السنوات الأخيرة. ونستطيع طبعا أن نعلم من هذه الدول، وهي صحيح. دول مثل اليونان وقبرص وغيرها من الدول، مثل دول الفيشجراد على سبيل المثال. تلك الدول قامت بجهد كبير مع دول الاتحاد الأوروبي لشرح أهمية مصر قبل الاجتماع، صحيح. لشرح أهمية مصر وثقة مصر وأهمية استقرار مصر وأهمية نجاح التجربة الاقتصادية والاجتماعية في مصر وأهمية تفاهم التحديات التي تواجهها مصر، خاصة التحدي الخاص بالإرهاب. طيب. والتحدي المرتبط بعملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مفهوم يا أحمد، برنامج الإصلاح الاجتماعي. فهنا ده نجاح الحقيقة لأن مصر تستطيع أنها تجد ظهير لها داخل الاتحاد الأوروبي. تمام، بسرعة نمر على زيارة سامح شكري لواشنطن. الزيارة كان مرتب ليها للقاءات دبلوماسية مع القادة والسياسيين الأمريكيين، هل كانت لها علاقة بالترتيب للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البيت الأبيض بدعوة من ترامب؟ هل تم تحديد موعد لها؟ يعني أبرز نتائج هذه الزيارة السريعة لواشنطن. يعني هو العنوان الرئيسي لهذه الزيارة هو صياغة شكل وملامح العلاقات بين مصر والولايات المتحدة مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة، هذا هو العنوان الرئيسي. طبعا ده بيشمل أولا العلاقات الثنائية، برنامج المساعدات سواء البرنامج الاقتصادي أو العسكري، بيشمل أيضا المشروعات التي تقوم بها الولايات المتحدة في مصر، تشمل الوضع الإقليمي. طبعا لما يقوم وزير خارجية مصر بزيارة الولايات المتحدة، أول زيارة رسمية عقب تولي الإدارة الجديدة مسؤوليتها، فبتكون هذه الزيارة لها أهمية خاصة. بقى خلالها طبعا زي ما احنا عارفين مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مع مستشار الأمن القومي، وكان مجرد مرة 6 أيام على توليه هذه المهمة، مع قيادات الكونغرس. بيكون هي اعتبرها زيارة استكشافية للمواقف، زيارة بينقل من خلالها وزير الخارجية المصري أولويات مصر ورؤيتها للعلاقة وشكل العلاقة الاستراتيجية، التأكيد وشرح خصوصية هذه العلاقة المصرية الأمريكية على مر عقود طويلة. ما في شك أن الجزء الخاص بالزيارة القادمة للسيد الرئيس كان أيضا محلا للنقاش، باعتبار أن هذا جزء من التناول العام للعلاقة الثنائية ويتم الترتيب لذلك أيضا. يعني بشكل عام هي زيارة هامة وزيارة خاصة، وأعتقد أنها نجحت في تحقيق هدفها الرئيسي، وهو توصيل رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بأننا عازمون وراغبون على توثيق ونقل العلاقة إلى مرحلة أخرى، إلى جانب الوضع الإقليمي ورؤيتنا للمشاكل والتحديات الموجودة في الإقليم ورؤية مصر بشكل عام تجاه تلك القضايا والنزاعات في المنطقة. طيب اخيرا في ثواني، معلش انا اسف للاطاله سياده المستشار، احنا عارف ان في المفروض ايام تفصلنا عن القمه العربيه المرتقبه في نهايه هذا الشهر في شهر مارس، اعتقد هتستضيفها المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه. في راي حضرتك حظوظ نجاح هذه القمه ومصر ماذا اعدت لها؟ يعني ما في شك أن القمة بتعقد في توقيت حرج وهام جدا للمنطقة بأكملها، للمنطقة العربية بأكملها. حجم التحديات الموجود في المنطقة غير مسبوق. هذه التحديات بتفرض، وطبعا مش فيش وقت أن أنا أسرد كل هذه التحديات، لكنها معروفة طبعًا للجميع. ما يعني هناك رغبة، ما لمسناه من خلال الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة واجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير، أن هناك بالفعل رغبة
من جانب الدول العربية في أن تكون هذه قمة خاصة أو ذات طبيعة خاصة. وطبعا هذا نلمسه أيضا على وجه الخصوص من جانب المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها الدولة المستضيفة للقمة والتي سوف تترأس القمة خلال العام القادم. فهناك رغبة في أن تكون قمة غير تقليدية تتاح الفرصة للقادة العرب أن يجلسوا في مناخ ملائم لإدارة حوار يتسم بأكبر قدر من الصراحة والشفافية بعيدا عن التناول النمطي للقمم من حيث البيانات وخلافه. هناك رغبة في أيضا يعني شعور عام بحجم التحديات التي تواجه العالم العربي، وأن هناك رغبة أيضا في أن يتحدث العرب بلغة واحدة حول قضاياهم وحول تحدياتهم، لا سيما مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة تتعلق بالقضايا الجوهرية التي تمس العالم العربي، وأهمها بالطبع القضية الفلسطينية وقضية مكافحة الإرهاب وبالطبع الوضع في ليبيا وسوريا وخلافه. هل احنا احمد بيه انا اسف للمقاطعه الثنائيه التي اجراها وزير الخارجيه سامح الشكري على هامش هذه القمه كلها تصب في هذا الهدف. هل احنا كمصر اعلنا موقفنا من المبادره او الطرح اللي طرحه الجانب العراقي بعوده كرسي سوريا في جامعه الدول العربيه؟ هل اولا احنا قلنا موقفنا سواء ايجابي او سلبي تجاه هذه المبادره، وهل حضرتك تتوقع انه يتم حسم هذا الموضوع في القمه العربيه؟ هذا الموضوع تم مناقشته على هامش القمة بين وزراء الخارجية العرب في لقاءاتهم الثنائية. هناك إدراك طبعا بأنه قرار غياب سوريا عن القمة عن الجامعة العربية هو قرار تم اتخاذه على مستوى القمة، وبالتالي يتطلب الأمر قرارا آخر على مستوى القمة. ولكن هناك إدراك عام بأن سوريا يجب أن تعود عاجلا أم آجلا، وهذا يرتبط بطبيعة الحال بوضع مسار المحادثات السياسية ومسار الأزمة السورية إلى أين تسير. ولكن هناك رغبة متزايدة ما في شك من جانب العالم العربي أن يرى سوريا تعود قريبا أو في وقت ما إلى حضن العالم العربي والجامعة العربية، وصلت بعد أن يتم تسوية الأزمة السورية بشكل مرضي للشعب السوري صاحب التطلعات الرئيسية فيه. وصلت، شكرا جزيلا المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، متحدثا لنا بالصوت والصورة من مقر وزارة الخارجية بالكورنيش المصري في وسط العاصمة القاهرة. طيب في ثانية يا سادة يا كرام، عشان أنا بس وعدت حضراتكم وزملائي دلوقتي معايا في الكنترول تأكدوا من الكلام اللي احنا قلنا عليه. القصة ببساطة شديدة انه كانت حصة مصر، ركزوا معايا في الموضوع ده عشان ما نخشش في جدلية الارقام، حصة مصر في التأشيرات الحج اللي كانت بتقررها السعودية كانت 78 ألف تأشيرة. حلو؟ حلو. السعودية منذ كم سنة وهي بتعمل أعمال توسعة وإنشاءات وتطوير وتحديث في الحرم وفي محيط الحرم، لدرجة في بعض الفنادق اتهدت وبعض الشوارع أغلقت وكذا، فحصة الاستيعاب قلت. فمن سنتين ولا من سنة أبلغت السعودية أنه يا جماعة نظرا للإشغالات اللي موجودة معلش هنقلل حصة كل الدول، فحصتكم كمصر نزلت من 78 ألف إلى 62 ألف، يعني حوالي 16 ألف تأشيرة حج نزلت. وقلنا سمعا وطاعة لأنه في النهاية ده وضع السعودية ونحن محترمينه. امبارح قلت لحضراتكم في العناوين أن المملكة العربية السعودية أبلغت الدولة المصرية رسميا أنه انتهت من جزء كبير من الإشغالات والعمل والتوسعة في محيط الحرم، فبالتالي فرصة الاستيعاب بقت أكبر. فقالت لنا الحصة اللي احنا خصمناها منكو ال 16 ألف دول رجعناها لكم تاني، فزادت حصة مصر من 62 ألف إلى 78 ألف. حلو؟ حلو. النهاردة اللي أعلنته اللجنة العليا للحج برئاسة المهندس المحترم شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تشكيلة مجملها 66 ألف، 32 ألف سياحة، 36 ألف سياحة، 12 تضامن، 22 داخلية. 22 و 36 دول يعملوا 70، و 22 ولا 12 بتوع التضامن يعملوا 62. فين الباقي؟ فين يعني قول هيعملوا حاجة و 60 في 10، فين اللي السعودية زودته؟ فأنا أرجو إنه مجلس الوزراء يراجع حساباته وأرقامه
ويبلغنا لو سمحتوا التقسيمة عاملة ازاي. احنا الخبر اللي وصلنا من السعودية ان هم 78,000 تأشيرة. فارجو السفير اشرف سلطان دلوقتي المتحدث باسم مجلس الوزراء يراجع مع اللجنة العليا للحج التقسيمة ويبلغنا دلوقتي بالارقام النهائية، عشان احنا ما يبقاش دورنا في الاعلام ان احنا طلعنا قلنا ارقام غلط للسادة المشاهدين. نحن ننقل لكم ما يخرج من مجلس الوزراء بس. الحمد لله الحمد لله ربنا اعطانا نعمة العقل، فما بنقولش كلام زي البغبغانات. الارقام اللي جات لمجلس الوزراء اقل من الحصة، في 18,000 تأشيرة مش موجودين. فين؟ مين اللي ضربهم؟ مين اللي خدهم؟ سقطوا سهوا فين؟ او يمكن مجوش. يطلع مجلس الوزراء يقول لك لا والله السعودية قالت كده بس ادتنا في الاخر 60 او 70، لكن المعلومة ان هم 78. انا عايز التقسيمة يبقى رقمها في الاخر يؤدي ل 78,000. عدنا العيب كده؟ تمام. نروح نشوف هذا التقرير عن ترأس الدكتورة صحة النصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار لأعمال اللجنة المصرية الكازاخستانية المشتركة، ونرجع تاني. 43.6 مليون دولار هو حجم التجارة بين مصر وكازاخستان. يبدو أنه لن يكون الرقم الأخير في ظل مذكرات التفاهم التي يوقعها البلدين. وزارة الاستثمار ووفد كازاخي وقع تفاهمات جديدة بعد أن تطرق إلى زيادة فرص الاستثمار المختلفة وبحث الصادرات والواردات بين البلدين. انعقاد اللجنة دي خطوة مهمة جدا، لأن طبعا في علاقات تجارية واقتصادية واستثمارية وثقافية مع كازاخستان، ولذلك النهاردة كان في توقيع للبروتوكولات المختلفة، وهي ركزت على اللي هي في مذكرة التفاهم المشتركة اللي أنا وقعت عليها مع الوزير المماثل. دي بتخص التعاون في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. استصلاح نصف مليون فدان، فضلا عن عرض فرص الاستثمار وطرح ملفات مختلفة على رأسها الأثاث والسيراميك والموالح والمنسوجات، إضافة إلى الإطار التشريعي وحوافز الاستثمار في مصر. إن شاء الله في الفترة القادمة برضو يكون في مجالات أكبر في قطاعات تانية كتيرة، وده اللي احنا بنتفاوض عليه المرحلة التانية بإذن الله. وطبعا البعد الثقافي زي ما احنا شفنا برضو وزارة الأوقاف لها دور مهم. البروتوكولات تناولت تقديم منحة بقيمة 5.5 مليون دولار في مجال الآثار لاستكمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس، فضلا عن مشاركة الجانب المصري في معرض إكسبو خلال العام الجاري بعنوان طاقة المستقبل. جدير بالذكر أن الجانبين اتفقا على عقد جولة مفاوضات أخرى لتجنب الازدواج الضريبي. محمد مبروك، الحياة اليوم. طيب النهاردة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ومعه مجموعة من نواب محافظة بورسعيد داخل المجلس قدموا مبادرة هي جديدة من نوعها. هي جديدة من نوعها لأنها تصدر من المجلس، لكن أعتقد أنها مش جديدة على مسار الأفكار والمبادرات اللي طالعة من سنة 2000 وكامل. المذبحة بتاعت بورسعيد اللي حصلت يوم 1 فبراير 2012 على ما أعتقد، سنة بعد ثورة يناير. فاكرين طبعا حركوا مذبحة استاد بورسعيد عقب مباراة الأهلي والنادي المصري البورسعيدي، واللي أسفرت عن 74 شهيد، وتوقفت الكرة القدم والرياضة المصرية بعدها، ومنعت عودة الجماهير. مش ده المهم، هو الأهم أنه حاصل حالة من الاحتقان طول الوقت ما بين الدولة المصرية وما بين بورسعيد، ده في اتجاه، وفي حالة احتقان كمان ما بين الأهلي والمصري، ده في اتجاه، وحالة احتقان كمان ما بين أسر الشهداء وبورسعيد، وخصوصا طبعا أهالي الجناة أو المتهمين أو المدانين بحكم المحكمة. أنا طبعا مش عايز أقول كلام يزعل حد، أنا بتكلم هنا على المصطلحات القانونية المستخدمة في القصة. والموضوع طال، الموضوع طال وزاد عن حده. لهذا اتت المبادره النهارده، وانتوا عارفين سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بورسعيدي من محافظه بورسعيد، ومعظم نواب المحافظه تضامنوا معه في هذه المبادره. وقالوا ان احنا رجال الدين سواء الاسلامي او المسيحي يبقى عليهم دور ان هم يروحوا لاسر الشهداء يقولوا لهم ان العفو عند المقدره، وانه الشهيد يعني ربنا هو اللي بيجازي بيه، وانه القصه لها علاقه بالحساب عند ربنا، وانه القانون يسير، وان العدل ياخد مجراه، لكن في النهايه لازم القلوب تصفى وكذا. القصة الحقيقة لها علاقة برضو بمسألة العدل. أنا ده خلاص بقى هما كلامهم خلص، أنا دي كلمتي اللي أنا بقفل بيها الكلام. القصة لها علاقة بالعدل. إحنا مشكلتنا في مصر، وأنا لسه اتكلمت، الكلام في مصر مشكلته إنه بيمشي بيه العربي، العادات العربي،
وكلام من ده ودخول بعض الناس ما لهمش لازمه وتصريحات من ده والنشطاء والوسطاء واللي بيسخنوا واللي بيولعوا واللي كذا في كل دول العالم. في كل دول العالم بتحدث مجازر وبتحدث حوادث وبتحصل مصايب. مش عارف في التسعينات باين كان فيه وقعة فظيعة في المانيا اعتقد او حاجة كده لما جمهور ايه دخل على جمهور ايه 150 قتيل وحاجة مصيبة ما عرفناش ما سمعناش بقى ان في مدينة مقاطعة مدينة وفي مدينة مضطهدة بسبب كذا ومفيش مش عارف مقاطعة لكذا. تك القانون العدل المحكمة القصاص قضي الامر وخلصت القصة. لكن احنا عندنا نعيد ونزيد ونفت ونكتر. العدل يا سادة اللي هو اساس الملك واساس الحياة ارسوه كل النفوس تهدأ كل النفوس تهدأ وما نبقاش محتاجين بقى الشيوخ روحه واساوه سيجه وحاجات من دي. طيب وزارة الهجرة والسفيرة نبيلة مكرم مع وزارة القوى العاملة والوزير محمد سعفان اعلنوا النهاردة على ما يسمى بوثيقة لحماية المصريين في الخارج او لرعاية المصريين في الخارج. والحقيقة الكلام ده انا مش اول مرة اسمعه، يعني الكلام ده جه على لساني يمكن السفيرة نبيلة مكرم اكتر من مرة ان احنا بنفكر نعمل كذا بنعمل كذا بنحاول نعمل كذا. النهاردة اعلان رسمي من الوزير والوزيرة على هذه الوثيقة. خلوني في ثواني كده ارحب بصديقنا العزيز الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة. مساء الخير مع الوزير. مساء الخير يا استاذ تامر. ازاي معاليك يا فندم؟ الحمد لله رب العالمين. يعني ايه وثيقة لحماية المصريين من الخارج؟ وثيقة اولا ايه الشروط الزاميتها؟ رقم اتنين حمايتهم من ايه؟ بص يا استاذ تامر، هي طبعا يعني احنا النهارده كان في لقاء انا ووزيرة الهجرة والفكره دي وليدت النهارده نتيجه لبعض المشاكل اللي بتحصل لبعض العاملين او بعض الناس المصريين اللي موجودين في اي دوله من الدول. لقينا ان في ناس احيانا بتتعرض لاصابات وعلاجهم بيبقى فيه مشكله، في ناس تانية بيبقى النهارده محتاج علاج معين بطريقه معينه. فاحنا فكرنا الفكره دي وطرحناها مع بعض النهارده، ويمكن اللقاء ده ترسيخ لتوجيهات السيد الرئيس بان يبقى في بين الوزراء وبعضهم تنسيق للنظر في كل المشكلات اللي تهم الوزارتين او الوزارات المتعدده. يمكن الفكره لما جت احنا اتفقنا ان شاء الله الخميس اللي جاي هنجيب احد رؤساء مجالس ادارات شركه من شركات التامين ونشوف ايه هي الشروط المطلوبه، ونبتدي من خلال المستشارين العماليين ومن خلال السفارات المصرية ان احنا نبتدي نطرح هذه الفكرة عشان تطرح على الجاليات المصرية بحيث ان احنا نأمن اي مصري موجود خارج حدود الوطن. مفهوم مفهوم. في خطوات اجرائية تانية معالي الوزير ولا هو خلاص كده تدشين المبادرة بالاعلان عنها؟ هو تدشين المبادرة النهاردة بالإعلان عنها إن شاء الله الخميس اللي جاي نطمنك على إيه هي الشروط وإيه هي المطلوب إن احنا نعمله. ممتاز. وده إحنا هنوجه بيه زي ما قلت لحضرتك السادة السفراء في كل سفارات جمهورية مصر العربية بالإضافة لمستشارين عماليين التابعين لوزارة القوى العاملة. تمام، شكرا جزيلا معالي الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة. طيب معلش ناخد بس لايف لانه يعني قصه مهمه وزميلنا موجود هناك فحرام نرجعه على الفاضي. طيب معلش القصه ببساطه شديده يا ساده يا كرام انه على مدار الثلاث اربع ايام اللي فاتوا كانت في وقعه جنائيه سخيفه جدا حصلت في المحله. احد رجال الاعمال عصابه اجراميه قامت بخطف ابنه وسومته وابتزته وطلبت منه فديه 3 مليون جنيه عشان يرجع ابنه. الحمد لله الحمد لله بعد مجهود مضني الحقيقة من الداخلية ومن مديرية أمن المحلة الكبرى استطاعوا ان هم مديرية أمن الغربية انا اسف اللي موجودة فيها المحلة دخل فيها كل الأطراف المباحث والأمن العام والمأمور الاسم كل الأطراف تدخلت بإشراف من مدير أمن محافظة الغربية إلى أن استطاعت قوات الأمن إنها ترجع الولد وترجع كمان الثلاثة مليون جنيه لان الاب كان دفع بالفعل 3 مليون جنيه فديه عشان انتوا عارفين اغلى من الضنا مفيش. فالمباحث وقوات الامن والشرطه استطاعت بمجهود عبقري انها ترجع الولد وترجع الفلوس. عمليه نظيفه مليون في الميه. تحيه
من القلب لوزارة الداخلية على ده. وأنا هنا ببقى معني قوي لأنه عارفين يعني إيه أب وأم إنهم يتخطف، فالداخلية ترجعهم لي وترجع لي معاهم 3 مليون جنيه، ده أنا لازم أبوس الداخلية من بقها يعني. مش عارف إيه، مش عايز أقول لك أعمل إيه. تحية من القلب، وكل أهالي الغربية والمحلة بيشكروا وزارة الداخلية والشرطة ومدير الأمن والمحافظ ومأمور الاسم وكل القيادات التنفيذية والشرطية، مجهود رائع. الداخلية لما بتقصر بننتقدها، لكن لما تبقى واقفة معانا وتبقى في خدمة الشعب فعلا لازم نضرب لها تعظيم سلام. زميلنا محمد مبروك، أحمد غنيم، مبروك ما راحش، معلش، أحمد غنيم موجود هناك والتقى بالحاج جمال والد الطفل الذي كان مختطفا. برحب بيك يا تامر، وبرحب بكل السادة المشاهدين. معي الآن سامي جمال، هو بطل القصة. القصة يمكن كنا عدناها خلال الثورة والأيام التي تلت الثورة، ولكن يمكن اختفت منذ فترة كبيرة جدا. اللي حابين نركز عليه في خلال هذه القصة هي دور رجال المباحث الجنائية وأيضا وزارة الداخلية بشكل عام في القبض على الجناة خلال 48 ساعة فقط. الملابسات بتاعت القصة عرفها من سامي بطل القصة زي ما قلت في البداية. سامي برحب بيك والحمد لله على السلامة. في الأول كلمني اللي حصل بالظبط كده في عجلة. اهلا بك يا فندم. اللي حصل معايا يا فندم ان انا كنت في الشركه عندي، نزلت من الشركه الساعه 11 بالليل، اتجهت لصديق ليا بيني وبينه شغل، قعدت عند صديقي لحد الساعه 1 بالليل. صديقي نزل وصلني لحد العربيه، فوجئت بان في عصابه راكبه عربيه شوفوا ليه افيو. العصابة دي مكونة من 4 أفراد قطعت الطريق بعرض الشارع، وفوجئت نزل منها 4 أفراد ملثمين، والأربع أفراد معهم بنادق آلي. ركبوك في العربية؟ خدوني، شدوني صاحبي اللي كان معايا وقع على الأرض، وأنا خدوني ركبوني العربية معاهم ومشينا، وخدوا تليفوناتي رموها معرفش فين. أول ما ركبت العربية غموا عينيا، اول ما ركبت العربيه غموا عينيا، وبعدها ودوني في مكان غير معلوم في شقه، وبداوا يتفاوضوا مع والدي على مبلغ مالي. وقعدت 3 أيام معاهم، وقالوا له انت وانت بتبعت الفلوس طلبوا منه فديه. في عمليه تفاوض في البدايه، المبلغ تقريبا زي ما انت قلت لي كان 10 مليون لحد ما اقول لك وصل لحد 3 مليون. قال لهم 10 مليون اجيبهم منين وكده، البنك ذات نفسه ما فيهوش المبلغ ده وكده. بعد يوم واتنين وصلوا ل 3 مليون والعصابه وافقت، وبعد كده قالوا له لو فكرت ان انت تبلغ الشرطه ان في حد جاي يستلم الفلوس منك مش هتشوف ابنك ولا حي ولا ميت. طيب سؤال بقى، خلال معاشرتك معهم الثلاث ايام دول، عايز اعرف ايه اللي تم ما بينكم، الحوار اللي تم ما بينكم، قالوا لك ايه، كانوا عايشين ازاي؟ هم قاعدين معايا محطيني في غرفه وهم ملثمين، بيدخل واحد يقعد معايا ساعتين وبعد كده يطلع تاني واحد يدخل معايا واحد تاني، واخد بال حضرتك؟ وكل اللي هم بيقعدوا يقولوه لي إيه، احنا بنتفاوض لسه مع والدك ولسه والدك ما خلصش معانا وكلام من ده. تمام. في النهاية لما والدي خلص معاهم دخل عليا فرد منهم وقال لي مبروك والدك خلص معانا، واحنا هننزلك دلوقتي نسيبك ونطلق سراحك خالص. بعدها بدأوا غموا عينيا ونزلوني تاني من الشقة وركبوني العربية ونزلوني في مكان غير معلوم. لما نزلت سألت على المكان اللي أنا فيه، اتضح من السؤال ان هو في مركز قلين محافظة كفر الشيخ. رحت على مركز الشرطة هناك وبلغتهم باللي حصل معايا، وبلغوا مديرية امن الغربية، ومديرية امن الغربية بعتت ضباط البحث استلموني من هناك من عندهم. اللي عايزين نركز عليه، انت بالنسبة لك ما كنتش تعرف عنهم اي حاجة خالص، ما كانش في دلالة واضحة بان دمت الجناية، مظبوط؟ فعايز اعرف انت المباحث الجنائيه او رجال الشرطه بمعنى اصح في خلال 48 ساعه تم القبض عليهم، وتم على حوالي 6 من خلال من 10 بالظبط كده. على حسب معلوماتي ان رجال الشرطه فعلا تم القبض على 6 أفراد من العصابه وباقي 4،
وده كل معلوماتي. لكن أنا يعني بصراحة هم بذلوا جهد كبير جدا في كشف غموض الحادث، عشان كان حادث مالوش يعني لغز كبير ان هم كشفوه في اسرع وقت في اقل من 48 ساعه. انت ما عرفتش تدي معلومه اصلا للشرطه؟ لا ما قدرتش ادي معلومه خالص. كل اللي اديت لهم مواصفات الشقه اللي انا كنت فيها، عشان قبل 48 ساعه كانوا تم كشف غموض الحادث وتم الوصول للجناه بالمبالغ الفلوس اللي موجوده معاهم. على حسب معلوماته برضو انه هو كل المبلغ اللي تجمع 1,680,000، ده على حسب معلوماتي. تمام. والدك اصلا ما كانش بلغ الشرطة بالفلوس، بعد كده تم التبليغ ووصلته للمبلغ دي. والدي بدأ يبلغ الشرطة بعد ما اداله الفلوس، وانا اتكلمته وقلت له انا كويس وفي امان وطلق صلاحي. بعد كده بدا يبلغ الشرطه، قال لهم انا اتعاملت مني لنفسي وخلصت معاهم وكده عشان ابني، عشان ما كنتش اقدر استنى اكتر من كده. قبل ما اختم معاك عايزك تكلمنا عن شعور الناس هنا. بنتكلم احنا اللي احنا عرفناه كمان ان الجناة طلعوا من المنطقه من حواليك من هنا، فكلمنا عن شعور الناس هنا في المنطقه. بنتكلم عن احنا منطقه مصانع، بالتالي هناك رجال اعمال كتير جدا. شعورهم ايه؟ نقطه الامان بالنسبه لكل لهذه الحادثه، وعايز اعرف كمان بالنسبه شعورهم لرجال الامن هنا في المحله. كل رجال الأعمال وأصحاب المصانع وأصحاب الشركات في المحلة طبعا يعني لما عرفوا بالحادث بتاعي طبعا كان في ذعر وقلق جامد ناحيتهم، واخد بال حضرتك. والحمد لله رجع الأمان تاني مجرد ما تم كشف غموض الحادث والقبض على الجناة. في ثقة خلاص عند الناس؟ طبعا طبعا طبعا. الشرطة قامت بمجهود كبير جدا جدا جدا، وأنا يعني بتقدم بالشكر للسيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، والسيد وزير الداخلية ومجد عبد الغفار. واتقدم بكل الشكر للسيد مدير أمن الغربية حسام خليفة، واتقدم بكل الشكر للسيد اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائي، وكل الضباط وكل القادة. ما كانش فيه بصراحة أي تقصير منهم خالص، والحمد لله ان الحادث كشفوه ووصلوا للجناه. الحمد لله. الحمد لله على السلامه وشكرا لك يا سامي. شكرا يا فندم. اذا مشاهدينا تامر كما تابعنا معاك، بالتالي القصه كلها يمكن احنا شفناها خلال زي ما انا قلت قبل كده كانت بتتكرر بعد الثوره على طول، ولكن في ظل الوقت الحالي ده هي برضو قصه غريبه. والابرز اللي احنا عايزين نركز عليه في هذا الموضوع هو دور وزاره الداخليه ودور رجال الشرطه في القبض على الجناة. دور وجود اي دلائل واضحه، ولكن خلال 48 ساعه بالفعل تم القبض على 6 منهم، وما زال البحث جاري عن 4 جناة. شكرا لك يا تامر، وعوده مره اخرى للاستوديو. شكرا جزيلا للزميل أحمد غنيم. حوار مهم مع سامي جمال الولد أو الشاب العائد، وهو هيتكفل بشكر كل القيادات الشرطية، وكمان وما ننساش المأمور طارق عطوية هناك عمل دور مهم جدا. معلوماتي لما سألت أنه فضل صاحي يمكن لحد الساعة 7 الصبح لحد ما جابوا العيال، من كلام مش أدلة حتى، كلام يعني كده عايم، بس شغل الشرطة لما بيكون بشغل معلوماتي مهم بيبقى ناجح، ضربة أمنية موفقة للغاية. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل نبدأ حوارنا في الحياة اليوم، وحوار مختلف فيه فكرة تولدت عنها أفكار، بس خلونا نشرح لكم الموضوع بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. حوارنا الرئيسي النهارده في الحياه اليوم زي ما انا قلت لحضراتكم قبل الفاصل عباره عن فكره بسيطه تولدت عنها مجموعه من الافكار المهمه. وانا واحد من الناس اللي دايما مؤمنين بانه اي انجاز، اي نجاح، اي تقدم في اي شيء بدايته حد بيفكر، حد قرر انه يعمل حاجه مختلفه. ممكن المختلفه دي يصيبها التوفيق فتنجح وتكسر الدنيا، او يصيبها عدم التوفيق فتفرقع في وشه، بس المهم ان حد يكون بيعمل حاجه. ودي المشكلة اللي احنا بنعاني منها في الأجهزة الحكومية، ان مفيش حد بيعمل حاجة عشان خايف من الفشل فبيفشل. الفكرة اللي انا بكلم حضراتكم عنها فكرة بسيطة جدا، عن طريق استخدام أبليكيشن موجود على الموبايل عندنا كلنا اسمه الواتساب. الزملاء الأفاضل العاملين في وزارة البيئة كلهم دخلوا في هذا الجروب في الواتساب او على هذا البرنامج في التليفونات، واشترك معاهم وزير البيئة، وكان السؤال على لسان وزير البيئة نفسه الدكتور خالد فهمي. السؤال بيقول:
ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ ماذا تفعل لو كنت وزير؟ ضيوفي الكرام اللي مشرفيني النهاردة في الاستوديو، الأستاذ أحمد توفيق مدير عام الإعلام بوزارة البيئة ومؤسس المبادرة، أهلا بك أستاذ أحمد. مشرفنا أيضا الأستاذ محمود بسيوني مدير إدارة سواحل البحر المتوسط، أهلا وسهلا. وأنا بحب دايما أختم بالحاجة الحلوة، الأستاذة سارة أحمد مدير إدارة التوعية الجماهيرية بوزارة البيئة، أهلا بك يا أستاذ. زي حضرتك الحمد لله. ومعايا على القمر الصناعي بالصوت والصورة من وزارة البيئة وزير البيئة الدكتور خالد فهمي صديقنا العزيز. مساء الخيرات يا معالي الوزير. مساء الخير تامر بيه. حد يعمل كده، حد يفرط في كرسي ويوزعه كده على الوزارة احتمال يروح ما يرجعش. لا ما انا عايز ما ده كان قبل التعديل الوزاري. حلوة. تحمسك للفكرة جه منين يا دكتور؟ وقول لي رد الفعل اللي جه على البرنامج. انا عارف ان في افكار ثرية جدا، حضرتك ربما ما توقعتش هذا الكم وهذه الجودة من الافكار. انا هقول لحضرتك حاجة بس اسمح لي بداية، ان احنا عاملين كذا مجموعة يعني كذا واتس اب لعدة موضوعات وفي واحد فيهم مجلة البيئية، في واحد فيهم الملتقى البيئي، فالاخوة هم اللي منظمين الواتس اب وانا عضو في الواتس اب ده وبخش وبتحاور معاهم. ولكن اللي قال الفكرة دي واحد منهم، يعني واحد منهم انا مش عايز اقول اسمه، احمد يقول كويس، وقال يا جماعة ماذا تفعل لو كنت وزير. واعتقد ان الكلام ده كان قبل التعديل بشويه كده ولا حاجه يعني كويس. فانا عجبتني الفكره قوي وقعدت يعني اشوف هيحصل ايه وما هي الاراء، فكانت تجربه فريده. يعني الفريده دي ليها علاقه ب اللي انا كنت بقوله شويه من شويه مع الوزير، وهي فكره انه قليل لما بيبقى فيه افكار مختلفه بتطلع خصوصا من الجهاز الحكومي اللي اتعودنا فيه على الروتين، وان كل واحد بيسير العمل وغالبا الناس بتخاف تعمل حاجه جديده لا يقول لك انه اتلم على كذا او تم عتابه على كذا. لكن واضح ان الجو العام في الوزاره سواء من خلال حضرتك او زملائي اللي موجودين معايا واضح انه جو مختلف، جو اقرب الى الجو الاسري منه الى الجو الحكومي الروتيني. يعني بنحاول بقدر الامكان، لان الجهاز الاداري زي ما قلت يعني ما كنا اتكلمنا مع بعض قبل كده في معوقات. الناس يقدروا يفكروا ويجيبوا افكار خارج الصندوق كويس، ما فيش حد فينا ما يقدرش ان هو لما يواجه مشكله انه ياتي بفكره جديده. يعني دي في الطبيعه الانسانيه، ربنا ادانا القدره ان احنا، بس هل احنا محفزين؟ هل احنا مهتمين؟ هل احنا عايزين كويس؟ هل احنا عارفين اهميه الكلام ده؟ اعتقد لما الشباب بيجي لهم الفرصه ان هو يتكلموا ويلاقوا فكره جديده وتنبع منهم ونبدا ننفذها، الفكره دي بتجد يعني نسبها في التنفيذ والتحقق بتبقى عاليه جدا. لكن لما الفكره بتيجي بس من الاداره او من الوزير ممكن يكون في نوع معين من عدم القبول في الاول، لكن لما الناس بتحس ان الفكره دي جايه منهم وهم شاركوا فيها لا شك ان هم بيبقوا يعني مستعدين اكتر للتنفيذ. صحيح. في حاجه ابتدت تتنفذ، لان حضرتك قلت كلمه السر، انه سهل قوي ان انا كشاب في الوزاره او حتى لو انا على مستوى القيادات في الوزاره القيادات الوسطى يعني ممكن اقول افكار كتير، وده في حد ذاته شيء ايجابي ان انا عندي قناه او وسيله ان انا اعبر بيها. بس الاهم بالنسبه لي ان انا احس ان كلامي بيتطبق وبيتم الاستماع عليه علشان ما يبقاش في النهايه مجرد حاجه شكليه وعدت. هي تجربه يا فندم ليها جانبين. الجانب الاول ان الناس بتقول افكارها وبتفكر في المشكله معاك فبتجي لك افكار جديده وافكار بعين الاخرين. الفكره الثانيه او الجزء الاخر ان هم بيحسوا بالمشاكل وما بيحسوش ان دي مسؤوليه واحد ولكن هم بيحسوا بالمشاكل وبيحسوا بالضوابط وبالمحددات اللي موجوده، فبيحصل تفاهم اكتر للموقف من الجانبين سواء على جانب الاداره او عشان جانب اللي بيداروا يعني. طيب ايه الطف حاجه قريتها في الجروب او اجمل حاجه توقفت عندها سواء فكره او تعليق او اقتراح او حتى نكته؟ يعني ايه اهم حاجه لفتت انتباهك؟ ان عدد اللي عايزين يبقوا ياخدوا مكاني في الوزاره كتير. لا انا متهيألي دي اسخف حاجه مش الطف حاجه.
لا بالعكس، اللي عايز يتشارك يا فندم ويشيل اهلا وسهلا يعني. صحيح، انا ممكن تعملوا دوري يا ريس، تاخد انت يوم في الاسبوع وتسوم لهم الكرسي بقيه الايام. بس انا بقى الحكم. معالي الوزير انا بشكرك شكرا جزيلا، وكانت لفته طيبه جدا، وكنا حريصين ان احنا نشكر حضرتك على الروح الجميله اللي انت عاملها في الوزاره، لانه هذه الروح هي اللي ممكن تخلينا نستبشر بان عمل مختلف يخرج من جهاز حكومي كنا طول الوقت بنلقي اللوم عليه. شكرا جزيلا دكتور خالد فهمي وزير البيئه. الحالة حلوة، الروح حلوة، زي شفتوا الرأس الوزارة بهذه الروح وهذه النوع من الفكاهة حتى، وقال لك أنا مستعد إن الموضوع يبقى دوار بينا. خليني أخد منك تعقيب سريع كده يا أستاذ أحمد، وحضرتك مؤسس المبادرة، الفكرة جت منين وما خفتش تطرحها في الوزير يقول لك أنت عايز تمشيني، خصوصا إن احنا كنا في أيام ريبة بتاعت التعديل الوزاري؟ خليني أقول لحضرتك قبل ما نتكلم على المبادرة، الظروف اللي أدت للمبادرة نتيجة عوامل تانية. يعني طبعا وزارة البيئة كوزارة لها طبيعة خاصة، انها وزارة دايما في حالة طوارئ، لانها انت بتتكلم على كل ما يحيط بيك، سواء كان حيوان او نبات او عوامل تؤدي ممكن الى تلوث. فبالتالي فكرة ان انت يقتصر العمل في وزارة البيئة على 8 ساعات بتوع العمل مش كافي. صحيح، فبالتالي كان ودايريت في الحكومه 8 ساعات بنعملهم 8 ساعات حتى، يعني مش انتوا يعني، بس لان غالبا ماشي. انت ممكن يجي لك حدث بالليل في وقت متاخر لابد انك تتعامل معاه، وزي مثلا ما شفنا في الايام اللي فاتت ظهور تماسيح او حيتان في بعض الاماكن، سفينه ممكن تكون يتسرب منها بعض الزيوت، ففي بعض الامور محتاجه انك تكون دايما على تواصل. تمام، فكان من هنا الفكره الاول زي ما سياده الوزير قال، ان فكره ان هيبقى في ابتدينا نعمل جروبات صغيره متخصصه في الاول، متخصصه يعني جروب بتاع حمايه الطبيعه، جروب للاحداث والقضايا الساخنه اللي لسه يعني في حاجه لسه ما بقتش ظاهره، مرتبط بملف او قضيه، مرتبط بملف او له غرض معين. تمام، تطورت الفكره في يمكن بالظبط من سنه بالظبط دلوقتي، ان ليه طيب لما هي نجحت على مستوى العمل طب بالنسبه بقى للعلاقات اخبارها ايه؟ طب استنى نقف عند العلاقات دي عشان معني قوي بالعلاقات، نروح لفاصل عشان ناكل عيش احنا كمان من الاعلانات ونرجع بقى نكمل مع ضيوف الكرام. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل مكملين حوارنا حوالين الفكره المختلفه اللي تبنتها وزاره البيئه في مساله الحوار الداخلي ما بين كل العاملين وبتشجيع من وزير البيئه، والفكره اللي تفتق عنها ذهن الاستاذ احمد في فكره ماذا لو كنت وزير، ماذا تفعل لو كنت مكاني. الكلام كان مع الاستاذ احمد عن الطريقه اللي تولدت عنده الفكره، وكنا توقفنا عند فكره الحاله اللي يعني زي عامله زي التربه الخصبه اللي ممكن تشجع على نمو الافكار دي. فلما نجحت التجربه مع فكره الموضوعات المتخصصه، وبقينا على مدار ال 24 ساعه ممكن الساعه 3 4 الصبح بنكلم بعض، لان خلاص انت انفصلت عن فكره مواعيد العمل. صحيح، انت واخد الشغل معاك البيت، واخده، عشان كده سميناها الوزاره الافتراضيه، لانها هي موجوده في جيبك على طول باستمرار. صحيح، طيب طالما نجح في فكره التفاعل مع الموضوعات البيئيه، طب هل تنفع مع فكره العلاقات؟ فكره ليه انا ممكن اكون محتاج ان انا اوصل الناس ببعضها في المؤسسات الحكوميه؟ لان اولا ممكن متخذ القرار يكون يعني هو عنده القدره انه يحل المشاكل، بس هو ما عنده مش على علم بيها. هو محتاج يعرف ومحتاج يسمع من الناس. صحيح. مع الوقت ابتدينا نعمل جروب بقى في كل طوائف الوزاره، بدايه من اول قيادات الصف الاول والثاني والثالث الى حتى زمايلنا السواقين وخدمات المعاونه معانا موجودين في الجروب. وطبعا معانا دكتور خالد في الجروب، كان فكره ان احنا يبقى معانا الوزير في الجروب في الاول فكره يعني الناس ممكن تكون تقلق منها وفي نفس الوقت ممكن يعني ما تديهاش حقها. مع الوقت ابتدينا نعمل سياسه للجروب. صح، يعني العضويه بتاعتك طبعا الناس كلها لها من حقها انها تعمل، لان انا عندي 26 فرع في 27 محافظه وعندي 30 محميه منتشرين في تخيل ان هذا الجروب ال 220 230 واحد بيضم من كل فئه ممثل اثنين او ثلاثه عنه. ممتاز. مع الوقت ابتدينا ناخد على فكره الملتقى، ابتدينا نطرح في ناس ابتدت تنتقد حاجات، طبعا الوزير كان بيفاجئنا بفكره ان هو بيخش وبيتجاوب وبيتقبل وبيوجه لحل هذا الامر. الى ان جت فتره كده الجروب سكت شويه يومين ثلاثه، فانا حبيت ان انا يعني طرقت على دماغي فكره عفويه للغايه.
هو ليه دايما العامل او الموظف هو يشتكي بس؟ المفروض انه يشتكي للقياده. طب لو انت بقى اللي كنت القياده دي وانت عارف المشكله، طب ما نحط الاثنين في بعض، تبقى انت عندك المشكله وانت القياده، طب ما تقول لنا ممكن صح. تقدر تعمل ايه؟ صح. فبشكل عام بدل ما يتحول الى شاكي طول الوقت، لا يبقى مقدم حلول. فكتبت جمله بسيطه جدا قد يحتاج الحوار الى عصف الذهن. وقمت جاي خابط الكلمه، ماذا تفعل؟ مبروك، انت الان وزيرا للبيئه. ما هي اهم ثلاث بس انا حقيقه حاسس بخبث في السؤال. خبث بخبث في السؤال من حيث التوقيت، لان الوزير قال لك قال لك تعديل قبل التعديل الوزاري وبتاع، ففيها سنه خبث برضه. لا والله هي كانت عفويه بالغايه. فطبعا اللي حصل بقى ممكن يكون خبث عفوي، دي حاجه حلوه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان انا في شر كده بيبقى شر عفوي. ان انا نفسي ما كنتش مرتب مع حد، كان انا نفسي كنت شايل هم رد الفعل. طبيعي. هل الوزير، انا ممكن اكون عارف ان هو يعني عنده مساحه حلوه، بس هل ممكن جدا ارفع سماعه التليفون ويقول لك ايه اللي انت عامله ده يا استاذ احمد وبتاع، مين سمح لك ان انت تحط نفسك مكاني؟ اي حاجه ممكن. اي حاجه ممكن. اي حاجه ممكن. الا ان هو فاجئنا بعد ساعه ونص انه دخل وقال يلا يا جماعه يا ريت نخلي القيادات الناس الكبار اللي عندهم خبره يستنوا شويه، وعايزين الشباب هم اللي يبتدوا يتكلموا. من هنا انفجرت سيل بقى من الافكار والمقترحات، كله بقى بيقترح حاجات. طبعا كان في حاجات قيمه جدا، في حاجات حالمه ولكنها ممكن تنفيذها، ممكن يكون متوقف على حاجات تانية، ابعاد تانية احنا يمكن ما نعرفهاش. ممتاز. ومن هنا بدات الفكره. طيب خلينا نروح للاستاذه ساره واشوف برضو يعني تجاوبك مع الافكار دي، وقولي لي كتبتي ايه. بما ان انا اولا بس انا عايزه اقول انه فعلا الواحد لو هو في مكان قياده في ابعاد مختلفة تماما، غير وانت بعيد وبتحلم وفاهم ان انت بتقول انا وزير، طب انا لو وزير هعمل كذا. لو انت قاعد على الكرسي في ابعاد مختلفة سياسيا واجتماعيا، لازم تراعي ده وتشوف ده ويعني صح. فده مبدئيا لا لازم نخلي بالنا جدا من الموضوع. حساسيات بجد تانية. يعني انا مقتنعة جدا بالموضوع ده. بما ان انا مدير ادارة التوعية الجماهيرية، وهي حاجة تختص بان انا يعني انشر فكرة التوعية البيئية في مدارس في مراكز شباب، فانا كنت نفسي جدا احط حصه للتربيه البيئيه جوه المدارس والجامعات وتكبر بمستوى العمر، والمنهج ده ما يبقاش مجرد منهج زي التربيه القوميه. حضرتك تبقى فاكر التربيه القوميه فاكره. كانت حاجه كده بنذاكرها اوام لا ما بنذاكرهاش يعني انا هنكدب بقى على الهواء، هنكدب على الهواء. ده هو كان المدرس يجي يسلمك المنهج يقول لك ده كتاب التربيه القوميه اللي ما فيهوش سقوط ونجاح، اللي هو بيقول لك ملوش لازمه. ابتديت ان انا كان نفسي جدا اعمل فكره الاخلاق البيئيه وتقويم السلوك والتربيه البيئيه، لان انا مقتنعه جدا انك انت لو ارتقيت بالاخلاق بس بالاخلاق هترتقي بالبيئه جدا. مليون في الميه. الاخلاق هي هي البيز، هي الاساس. هترتقي بالاخلاق البيئه لوحدها هتنضف. صح. ابتدي منين؟ ابتدي من المدارس. تكبر معايا لغايه الجامعه، يبقى مشروع تخرج من سنه اولى ابتدائي، مشروع تخرج انا ابني في كل مرحلة عمره عنده ساينس، يعني بروجكت للساينس للعلوم وبروجكت للماث. ايه مشكلة ما يكون في بروجكت او حاجة عن البيئة، حاجة عن تدوير مخلفات، يعني مثلا يعمل مكات بتدوير المخلفات وياخد عليه درجات. لازم ياخد عليه درجات، عشان لان انت لما تربط البروجكت بحافز يزود درجاته هو هيروح ويعمله. مليون في المية. طيب خلصت مرحلة ابتدائية اكمل، بس بقى اكبر المنهج شويه، اكبر يبقى اكبر شويه، اطلع حاجه عن الطاقه الشمسيه، اعمل صح. مثلا خلايا، ادي بقى معلومات معمقه وحاجات متخصصه. اكمل، ما اخرجش الطالب من الجامعه الا لما يكون البروجكت بتاعه سواء في الهندسه او في العلوم او في الطب ليه علاقه بالبيئه، ويبقى عنده بعد التدرج في السنين ده عنده المام كامل بملف البيئه. بالظبط. انا نفسي جدا 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 الموضوع ده لو انا فعلا وزير اخد اجراء تنفيذي بان الماده دي اساسيه وفي المجموع. بس انا عايز ابشرك ان انت حتى لو وزير البيئه مش هتعرفي تاخدي القرار ده، عشان ده بيحتاج قرار من وزير التربيه والتعليم. ممكن اقعد معاه ساعتها ونبتدي نتكلم. يبقى ليكي تقول برضه عشم وانتوا قاعدين في مجلس الوزراء. بس انا نفسي جدا جدا في الموضوع لا ده، بس يعني لانه فعلا انا شايفه ان الفكره تستحق، لانه فعلا احنا عندنا، معلش يعني ممكن انا اعفيكي من الحرج بس انا كلامي انت عارفه ما بيهزرش، احنا عندنا جهل بيئي. طبعا. فيما طبعا. يتعلق بالجهل، كلمة جهل يعني في ناس بتقول لك بقى ما عندناش وعي بيئي، ما عندناش كذا، لكن احنا عندنا جهل بيئي، جهل بيئي يعني اللي بنعمله في النيل، اللي بنعمله في الهواء، اللي بنعمله في القمامة، اللي بنعمله في كل حاجة في حياتنا، واللي بنعمله في لا ما في الشوارع ده حاجة لطيفة، لكن غير كده الحقيقة ده أقل ما يسمى إن هو يعني ظلم بين مننا للبيئة اللي احنا بنعيش فيها، وهي ظلم لنفسنا. أكيد. أنا مقتنعة إن أنا لو ربيت الولاد من هم صغيرين وطلعوا واتخرجوا من الجامعة على التربية البيئية والأخلاق البيئية،
انا ما اعتقدش ان البيع هتنضر. صحيح، انا متضامن معاكي في الفكره دي مليون في الميه. وبعيدا عن الابلكيشن والجروب، مش انت معانا في التوعيه؟ انا معاك في التوعيه. هنعمل شغل مهم فيما يتعلق بازاي نوصل للناس. البحر المتوسط اخباره ايه؟ كويس. الاول يعني ايه الاداره دي؟ يعني اداره سواحل البحر المتوسط. انا كنت متوقع السؤال ده على فكره. طيب تمام. قلت هيسيب انا اسئلتي على فكره المنهج كلها. هو البيئه معنيه بحاجات كتيره جدا، بالسواحل، معنيه بنهر النيل، معنيه بالمخلفات، معنيه الجودة الهواء. فاحنا هنا في البحر المتوسط المفروض احنا معنيين ازاي ان احنا نعمل اداره ساحليه متكامله، نبتدي نشوف المنشآت السياحية، منشآت صناعية، البحيرات اللي بتصب على نهر النيل، المواني، التلوث، الحاجات دي كلها المفروض ان احنا بنتابعها ونقدر احنا نرصدها ونشوف كمية الحجم التراث اللي ممكن ان هو يتصب في البحر المتوسط او في البحيرات اللي بتطلع بحر. يعني انت مسؤول عن ساحل البحر المتوسط؟ مش مسؤول عن الساحل، مسؤول عن الإدارة الساحلية اللي هي تطبيق الإدارة الساحلية المتكاملة على شاطئ البحر المتوسط. فهمت حاجة؟ وضح سنة انا وانت هنفهم ايه الفرق. الفرق بين اللي انا قلته واللي انت قلته؟ المنشآت اللي المفروض ان هي تبقى موجودة على البحر المتوسط. يبقى انت معني بالمنشآت اللي موجودة على الساحل زي سواء منشآت سياحية، فندقية، او صناعية، او صناعية، بتشوف بقى بالزبط. اثرها البيئي بالزبط. ولو في استخدامات سلبية او ايجابية. تمام، فاهم كده مظبوط؟ اه مظبوط كده. طيب زي الفل، قول لي بقى تقبلك للمبادرة واسهامك فيها. هي المبادره هي ابتدت احنا من البدايه مسموح لنا ان احنا نشارك وكنا نقول افكارنا، بس هي الجديد في المبادره ان احنا دلوقتي بدل ما ان احنا بنطرح مشاكل ابتدينا نطرح حلول. كل واحد فينا بيبقى عنده مشكله بيبقى متبني حل ومتخيل ان هو الحل دوت هو الصح، وعلى يعني هو ده المفروض وبيقعد طول الوقت يفكر هو ليه الوزير ما بياخدش القرار ده؟ ليه الوزير ما بيعملش كده؟ ما الموضوع سهل وواضح اهو. بالظبط، تقبله لاي حل تاني بيبقى المفروض بيرفض، يعني انا الحل بتاعي هو دوت. صح. فما جينا نخش في المبادره دي وتيجي تفكر، حتى ما جينا حتى في اول اجتماع نطرح كانت الفكره انت دلوقتي بتفكر كوزير. انك انت بتطرح حل وابتديت انك انت تناقش الحل دوت وتشوف كلفه الحل ده ايه. صحيح. وان احنا نجمع من الحلول ديت الحل المناسب وهتقتنع بيه لانك انت بتناقش دلوقتي حلول، ففكره ان المسؤول يجمع شكاوى ويسمع شكاوى بس ديت مش هتحل. الحل انك انت هتسمع حلول الناس ديت، لان انا لو شاركت في الحل هطبقه وهنفذه. صح. لا، وفكره العقل الجمعي دي فكره غالبا مش بس مش موجوده في اجهزتنا الحكوميه، هي مش في ثقافتنا اساسا كعرب ومصريين، يعني فكره طول الوقت الوان مان شو هي اللي مسيطره علينا، انا اللي بفهم وانا اللي باخد القرار وانا اللي صح، وزي ما انت قلت كده اي حد تاني بيقول حل تاني حتى لو صح يبقى غلط. لان احنا بنتحاور في المشكله وما بنتحاورش في الحل. مظبوط، لكن فكره التيم ورك ان انا اقول كذا فانت ترد عليا بكذا واقول لك اه والله عندك حق في دي ونرد، طب تعالى نوصل لحل ثالث وبتاع، دي ثقافه مش موجوده عندنا حتى في حياتنا اليوميه، حتى في البيت اللغه دي مش موجوده. بالظبط. قول لي اول فكره طرقت. اول فكره جات لي احنا وزاره خدميه، فكان اهم حاجه ازاي ان احنا شغلنا يظهر. يعني انا شاركت في موسم السحابه ونشارك في موسم ايه؟ السحابه اللي هي السحابه السوداء. السحابه السوداء يعني. تمام. ان شاء الله تكون انتهت خالص يعني. حاضر. فاحنا بالنسبه لنا احنا وزاره خدميه ازاي ان احنا نوصل خدماتنا وشغلنا اللي انا شايفه دوت للناس. فكانت الفكره ازاي ان المستثمر او المواطن هيجي طبعا. على فكره الموضوع سهل، كنت ترفع السماعه يا استاذ احمد، مش هو ماسك الاعلام؟ عايز توصل شغل الناس كلمه وهو يوصل شغل. لا يا فندم، مش انك انت تطوف في الاعلام بس. انا اذا سمعت في الاعلام كلام كويس ورحت المكتب وقفت 3 ساعات او ما عرفتش ان انا الاقي الخدمه او تهت مش عارف ايه المطلوب بالظبط، في الاخر كل اللي انت بتقوله في الاعلام. طب هو ازاي بسرعه عشان الوقت؟ يعني ايه وزاره خدميه؟ انا لما تقول لي الكلمه دي اقول لك لا انت مش وزاره ما بتدينيش عيش، ما بتدينيش سلعه. جزء منها في خدمة. انا بقدم اهم خدمه في يعني. ما هو ده بقى اللي مش واصل. المفروض يكون واصل ان انا دلوقتي كوزاره بيئه انا معني بكل حاجه حواليك. انا المفروض دلوقتي وزاره البيئه انا محتاج هعمل منشاه سياحيه، هعمل منشاه صناعيه، هعمل مدرسه، اي منشاه، اي انشاءات، اي استثمارات، انا بحتاج البيئه. في الاستراتيجيه التنميه المستدامه دلوقتي هو البعد البيئي بعد انت كروس مع كل الابعاد الثانيه. صح. المفروض كل الوزارات انت شغلك معاهم. مظبوط. طيب خلونا ناخد جوله سريعه بسرعه. استاذ احمد، التطور بتاع هذه الفكره وهذه الروح تستثمر ازاي؟ هل هيبقى فيه ما يشبه بنك الافكار مثلا هتجمعوا فيه الكلام ده؟ هيبقى فيه رصد ايه اللي اتحقق وايه اللي ما اتحققش، نسب المشاكل، نسب الحلول؟ بالفعل اول ما اطلقنا المبادره وكان الاقبال عليها كان يعني غير مسبوق او غير متوقع، مع طبعا عدم توقع رياكشن بتاع دكتور خالد. لقينا عندنا سيل كبير جدا من الافكار ما ينفعش ان احنا نسيبه كده. طبعا. وخد بالك ان احنا حتى هذه اللحظه احنا مجرد شاتنج على واتساب. صحيح. يعني الموضوع كله صوري جدا. كان النيه هنا بقى لا مش يقف عند هنا. فكان اللي حصل ان احنا خدنا جمعنا
كل المقترحات دي باسماء اللي كتبوها، وابتدينا نقسمها لموضوعات، ابتدينا نقسمها لموضوعات، حاجات تخص العنصر البشري، حاجات تخص التخطيط، حاجات تخص تطوير الهيكل وهكذا. مين بقى بقينا نقسمها؟ هل في بقى في لجنه او بورد مسؤول عن تنقيح وفلتره الحاجات دي؟ بالظبط يا فندم، احنا عملنا كوننا فريق ان احنا نعمل تنقيح للمقترحات دي، المتكرر منها يخش مع بعضه يتعمل له زي ميرجن كده، او يعني تعمل له زي ضم او وابتدينا مؤخرا، يمكن لسه اول امبارح بدانا فعلا التنفيذ الواقعي بقى للامر. دكتور خالد عمل معانا اجتماع مع اول فريق، اخترنا جزء بتاع تطوير العنصر البشري، لان ده كان اهم حاجه، لان كان الاجتماع ده اول اجتماع من نوعه، اللي هو اجتماع الواتساب، اول مره اول اجتماع واتساب في الدنيا، كتب شهاده ميلاد لانها من مجرد مبادره ديجيتال الى شيء في الواقع. ابتدينا نشوف ده اجتماعنا في الوزاره، اجتماعنا في الوزاره مش في على الواتساب. انا فاهم، انا بقول لك ده اول اجتماع في ديوان حكومي اسمه اجتماع الواتساب. لا هو يعني كان اجتماع، انه يعني الذكاء من احمد انه ابتدى بالمواضيع اللي ليها علاقه بتطوير حياه يعني، او تطوير اداء الموظف واوجاع ومشاكل بتاعه الموظفين. فالدكتور خالد اول مشاكل، ما فكره انه حضرتك عايز مثلا شورتج في العربيات مثلا، لو في استمرار زياده، لو في حاجات ليها علاقه بتوفير مثلا ماده يعني الدخل. ففعلا الدخل فرقت، لان الحاجات دي السوق بقى فوق خالص، والناس مرتباتها الحاجات دي هتفرق مع الموظفين. ازاي نعمل حاجه؟ لكن انت لما هتروح تناقش لهم في الاول خالص مثلا، طب انا عايز ابتدي اشوف مثلا المناطق الساحليه، هيقول لك ضروري ان شاء الله ضروري ان شاء الله بعد علينا بكره. طيب بسرعه، موضوع التوعيه مشاكلك فيه ايه؟ مشاكلي فيه انه الناس زي ما حضرتك بتقول عندها جهل رهيب. شوف بتلبسنا زي ما حضرتك بتقول، لا زي ما احنا بنقول، لا زي ما احنا بنقول، اصل هي الناس هي لا متفقين، هو في جهل بيه. انا مش عشان حاجه، بس هم الناس شايفين ان البيئه رفاهيه، مش قادرين يقتنعوا ان البيئه صح. اساس صح. يعني صح. انا الناس اللي شايفه انه رفاهيه في البيئه ده غلطانين. لو انت ما رميتش زباله، يعني ما رميتش الزباله بتاعتك على ناصيه الشارع زي ما بنشوف، فانت مش هتلاقي زباله في الشارع. هو في فهم بان الميه ببلاش والهواء ببلاش وهيتوفروا طول الوقت وهيبقوا فيها نقاء، ويعني فكره الحاجات بتاعت ربنا دي هتبقى طول الوقت متاحه. انا نفسي يعني فكره ان البيئه رفاهيه، لا هي البيئه مش رفاهيه. اوكي. هي الاساس هو ان انا احافظ عليها علشان ما يجيليش امراض، وعلشان اتمتع بشوارع نظيفه، وعشان هواء يبقى نظيف، وعلشان كل ده. طب ايه الاكسس؟ ايه يعني انا ساعدك ازاي كاعلام؟ انا دلوقتي يعني احنا شغلنا الطبيعي اللي هو من غير بقى الحصه اللي انا يعني هموت وهعملها دي، احنا اوريدي بننزل بخطه سنويه الاداره المركزيه للاعلام والتوعيه اللي انا واحمد زملاء فيها، بننزل عندنا اداره للتوعيه الطلابيه، بننزل مدارس، بننزل مع مدير التربيه والتعليم. بيستقبلوكوا كويس؟ جدا جدا جدا، هم مبسوطين جدا. لا بيبقوا مبسوطين جدا ليه؟ لان هي اصلها بتبقى قايمه مش على ندوه وبنتكلم بقى، بنحاول نشرح المفهوم بتاع البيئه بفكره ورش العمل وتدوير المخلفات. مفهوم. علشان يبقى الاطفال شايفين انه المعلومه اللي بياخدها هو بيستعملها بايده او بيعملها بايده، فتثبت اكتر. صح. بس غير كده مراكز شباب وتعاون مع جمعيات اهليه، كل ده بننزل علشان نوصل الفكر البيئي او الفكر التوعوي يعني ازاي نرفع. طيب وانا اوعدك ان احنا هنعمل اجتماع على الواتساب تقولي لي طلباتك كلها. اوكي. و خلاص بحضرتك وعد انك وزير التربيه والتعليم المره الجايه عشان نحط. بص وزاره التربيه والتعليم دي حبيبتي، يعني سيبك من اي وزاره، وزاره التربيه والتعليم دي اساسا يعني التربيه بتاعتي، يعني دي الحاجه الاساسيه انه هيحط لنا عيوني. نفسك في ايه؟ لو كتبت دلوقتي حاجه جديده تقول فيها انا نفسي من الوزير، او لو انا وزير. هو لو انا وزير كنت هبتدي اعمل المفروض ان انا يبقى زي اوصل للمواطن باقصى سرعه بالشكل المناسب. انا كان الفكره بتاعتي ان انا اعمل حاجه اسمها الشباك الذكي. الشباك الذكي مش الشباك الواحد. الشباك الواحد يعني هل هو ان انا اروح الاقي كل المشاكل المتوزعه في الشبابيك تتجمع في شباك واحد بس؟ الشباك الذكي ان انا اروح اتعامل معامله الاقي كل البيانات بتاعتي موجوده، في حد عارف يعني ايه علاقات عامه، عارف ازاي يتعامل معايا. في شفافيه، معروف ايه النماذج اللي انا المفروض املاها، ايه البيانات اللي انا المفروض احتاجها، توقيت الخدمه المفروض ياخد وقت قد ايه بالظبط، مين هيعملها، مين مسؤول عنها، دوت هيريحني انا كمواطن اقدر اوصل. لو حصل يبقى انجاز ما بيحصلش غالبا في القطاع الخاص حتى، فيبقى رائع. ان شاء الله. ان شاء الله. انتوا شرفتوني ونورتوني، وانا يعني نيابه عن العاملين في الحكومه كلها وبالاصاله عن نفسي وكلامك اللي بيتقال ده، بجد بشكركم على ان انتوا عندكم حب للشغل. يعني الواحد في بعض الاحيان في الحكومه ما بيصدق الساعه 2 تيجي ولا الساعه 3 يقول لك اوف الحمد لله انا خلصت. فمجرد ان انا زي ما بتقول كده اخد الوزاره معايا، اخد شغلي معايا البيت،
ده في حد ذاته نوع من التفاني في العمل والحب. انا بشكركم عليه واتمنى انه ما تبقاش حماسه وتخلص، لا تكملوا والموضوع يفضل. وانا بقول لكم ان انا اعتبروني يعني افتراضيا معاكم، لو في اي حاجه محتاجه دعم اعلامي، توجيه اعلامي، حشد اعلامي، اعتبروه متوفر. شكرا، شرفتوني ونورتوني. ميرسي. شكرا لزوجك. شكرا استاذ ساره. بشكر حضراتكم. ولو حد اتعاقب بسبب رايه قولوا لي برده عشان نعرف نتصرف مع معالي الوزير. شكرا جزيلا. خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله. بكره حلقه الجمعه الساعه 6.